هذه الحلقة برعاية تركسون ومرسالك <ت Burse> انت يعني ليه متى بتروح تشتري الاغراض اللي انا ابيهم؟ ابيك تشتري كلينس ومكسرات وحلويات ومنظفات خضروات وفواكه وعيش اللحم ودياي. ششش <applause> <تصفح> الو يولي سلمك ابوس يدك تمام مرسالك وهذه اغراضكم تفضل مشكور عفوا تفضل شلون؟ شلون؟ انت لو بس تدين عنك الطحنه اقول لك قالوا لي مرسالك مشوار الطريق ونضبطك ضبطونا صح؟ صح اي الحين ضحكتي واستانستي يبي عنك الاغراض يلا اهلا ومرحبا فيكم متابعينا متابعين حساب بي اس اكشن في حلقه جديده من برنامج اون سبوت لكره القدم وتسليط الضوء على قضايا كره القدم هذه الحلقه راح تكون مختلفه نوعا ما تسليط الضوء راح يكون على عوده المنافسات في دوري ناصر بن حمد الممتاز في موسمها 2019 2020 ومع قرابه استئناف الدوري بعد يومين من الان اكيد هناك الكثير من الامور اللي يعني حدثت خلال الفتره اللي فاتت مع ايقاف الدوري للظروف اللي مرت فيها البلد ومر فيها العالم اجمع جائحه كورونا تلقي بظلالها على دوري ناصر بن حمد فعندنا بعض الاخبار اللي نبتدي فيها حلقه اليوم لكن قبل لا ابتدي هذه الاخبار خلوني ارحب بضيوفنا اليوم في الاستديو استديو بيس اكشن وان سبوت في حلقه اليوم المحلل الفني علي عبد الرسول يا هلا مرحبا فيك علي يا ونرحب ايضا بالمنظم لنا اليوم الكابتن الدولي السابق حسن الموسوي يا هلا مرحبا كابتن حسن مرحبا محمد تنورنا اليوم حزيز. طول عمرك نبتدي اخبارنا لحلقه اليوم الاخبار اللي هي يعني نتاج جائحه كورونا واللي حصل في دوري ناصر بن حمد مع الفرق في فتره الايقاف هذه المنامه يودع المكشر يعني مع قرابه افتتاح ابواب دوري ناصر بن حمد وعوده عجله دورانه الا ان المكشر يستقيل ويعين علي صنقور مساعد للمكشر كان وخليل اسيري راح يكون هو المساعد لعلي صنقور قياده الفريق فيما تبقى من الموسم. الاصابات تضرب هجوم الشرقي قبل استئناف الدوري، ثلاث اصابات في صفوف الشرقي لنجوم مؤثرين محمد الرماحي التون البرازيلي وسامي الحسيني، الحد يخسر نجمه امام المحرق، الحوطي يغيب عن قمه المحرق بسبب تراكم البطاق. البطاقات، ضربه موجعه للبسيتين قبل استئناف الدوري، كسر في الاصبع يبعد يوسف الخطيب عن مرمى البسيتين، العبيدي ينضم لكتيبة الراحلين عن الدوري البحريني المدرب التونسي فتحي العبادي يرحل عن النجمة وتعيين الحربان بديلا له. قبل ما انتقل الى خبر اخر خارج نطاق دوري الناصر بن حمد خلني اخذ راي المحللين في هذه الاخبار اللي حدثت كابتن حسن المسوي المنامه يودع المكشر وحدد علي صنقور هو البديل اللي راح يستمر مع المنامه رايك في هذه التغيير او الموقف اللي انحط فيه فريق نادي المنامه مع قرابه انطلاقه الدوري اخوي محمد شوف موضوع ان المدرب يترك الفريق هذه حالات تكررت وايد عندنا في الدوري مو بس للموسم ذي صحيح حتى المواسم اللي طافت آه يعني انا المدرب كان هو من البدايه آه ما اعطي الاداره يعني بشكل غير مباشر ان انا ما مع الفريق لكن الاداره كانت متمسكه فيه وأنا يعني سعيد جدا ان الكابتن علي صنقور خذ فرصته انه هو يس كمدرب وطني جميل كفو ومعاه كابتن خليل اسير انا اتمنى لهم كل التوفيق اكيد نتمنى لهم التوفيق خاصه ان كابتن علي صنقور راح تكون هذه التجربه الاولى كمدرب يكون على راس او في قياده الجهاز الفني وان شاء الله انه يتوفق هو كفاءه وطنيه اكيد في التدريب وان شاء الله انه يتوفق في هذه التجربه اللي راح تكون معاه لسبع جولات قادمه مع فريق نادي المنام علي ابو من اولا كان من اللاعبين المميزين يعني على مدار مشواره الكروي خصوصا لما كان في النادي الاهلي يتميز بشخصيه لبقه سلسه عارف يكسب اللاعبين في صفه واتوقع راح يكون له تاثير حتى من الجانب النفسي بشكل كبير على منظومه العمل يمكن انا بالنسبه لي يعني ما ما كنت حابب اني اتكلم عن الكابتن محمد المكشر قبل نهايه الموسم لان من من الاجحاف ان انت تقيم عمل قبل ما ينتهي لكن هو انهى مشواره مع فريق المنامه وعطفا على اللي قدمه مع فريق المنامه انا بالنسبه لي لم يوفق في تقديم صوره جيده مع الفريق اللاعبين اللي موجودين او الادوات اللي متواجده في فريق المنامه بامكانها ان تعطي اكثر من اللي احنا شفناه أه بؤامنا اتوقع هو قريب من اللاعبين وعارف في الامور النفسيه وخبايا الامور نتمنى له كل التوفيق هو والكابتن خليل اسيري أه يمكن من وجهه نظري بدرجه كبيره اتوقع بيكون ايجابي التغيير خصوصا ان الكابتن محمد المكشر ولا اتوقع انه يخفى على احد من المتابعين لم يحظى بعلاقه طيبه بمجموعه من اللاعبين وكان البادي لانجوج اللاعبين اثناء المباريات سير المباريات يتكلم واضح واضح واحنا شفناها في الاستوديو التحليلي صحيح كذا مره ابو منيره فاتوقع الامور من الجانب النفسي راح تهدا داخل البيت المنامي ولكن يبقى المستوى داخل الملعب وشلون المنامه ممكن انه هو يبقى في منطقة الأوان أو يحاول أنه يصعد المنصة عبر اقتناص المركز الثالث يمكن إذا شاءت الظروف جميل إحنا عناوين العناوين الإصابات ما راح نتطرق لها الحين ونأخذ رأيكم فيها بنتطرق لها من خلال المواجهات الجولات جايين في, الحلقة جدا مع المحاور لكن أيضا فتحي العبيدي يغادر النجمة أعتقد على عرض من الدوري الإماراتي نادي العربية والعروبة ما كنت غلطان ويطلع من النجمه ويعينون الحربان بديلا ايضا هذه النقطه تشوفها كابتن حسن ايجابيه سلبيه على فريق النجمه في هذه التوقيت العبيدي يغادر النجمه. مغادره العبيدي في ذي الفتره هي صعبة من وضع نادي النجمه، نادي النجمه هو كان عنده مشاكل اداريه وذي الموضوع صعب صعب الظروف عندهم وايد اكثر. انا اتوقع ان الكابتن محمد الحربان هو البديل الانسب في الفتره الحاليه. فهو مع الطاقم اللي معه انا شفت الطاقم اللي معه يعني الاداره تعمدت انهم يبون عيال النادي يشتغلون في ذي الفتره بالذات على اساس انه يكون هم هم يكونون بالاخلاص والحب اللي اللي عندهم حق النادي يشيلون الفريق من الوضع اللي هو فيه. فانا اشوفه هو الانسب الكابتن يعني انا انا اشتغلت معاه الأمانة شهادتي في مجروح الكابتن مدرب كبير وقريب حق اللاعبين هو ولد النادي قريب حق اللاعبين فما اتمنى له انا كل التوفيق احنا نتمنى حق كل المدربين الوطنيين هذا التوفيق يعني هم هم كفاءات ويستاهلون يعني موضوع ان انت مدرب وطني تخليه مدرب طوارئ هذه انا ما احب ذي الشيء صحيح انت اذا ترجع السنوات اللي قبل بتشوف اغلب الانجازات اللي صارت كلها مدربين وطنيين من صحيح من كاس دوله الملك من الدوري اذا بترجع بدون ذكر اسماء على ان لا انسى احد اكيد كلها مدربين وطنيين هم اللي اثبتوا يعني قدراتهم انه يجيبون بطولات صحيح اتمنى انا كل التوفيق حق الكابتن محمد والجهاز الفني وان شاء الله نشوف النجمه فيه ظروف احسن من ذي الظروف اللي موجوده الحين اكيد الحربان يعني مدرب قدير ولا يخفى على احد ولا صولات وجولات مع نادي النجمه تحديدا ولا بطولات معاهم ويعني و يمكن كلام كابتن حسن المنسوي هو اقرب شخص ممكن يكون مناسب في هذه الفتره اتفق ويا ابو علي ان كابتن خالد هو الرجل الانسب في 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 هذه المرحله خصوصا انه هو ليس بغريب على النادي هو من ابناء النادي صحيح يمكن ناس ما قلت لك وناس ما تطرق اخوي ابو علي الاجواء احنا طبعا مساله اي ال 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 في اي منظومه عمل بمنيرة. قبل لا انت تبتدي تعول على النتائج اهم عامل الاستقرار مع الاسف الاستقرار حاليا داخل اسوار نادي النجمه غير موجود فانت افضل شيء تسويه واتوقع هو ايضا الخطوه المشابهه اللي اخذها نادي المنامه بانك تلعب على الجانب النفسي اليوم مدرب وطني نفس محمد كابتن خالد مسي عليه بالخير آه راح آه انا متاكد من الناحيه الذهنيه والنفسيه راح يقوم بعمل جيد يبقى الادوات والافكار اللي راح تطبق هل اللاعبين بيقدرون في هالفترة هذه منذ استلام الكابتن خالد مهام التدريب هل هو راح يستمر بافكار الكابتن فتح العبيدي او انه هو راح ياتي بافكار مختلفة مدى استيعاب المجموعة لهذه الافكار محمد واحنا نعرف اللاعبين اللي موجودين في نادي النجمة فيها عناصر ممكن ان هي تاخذ النجمة من المرحله الحاليه وتطلعها نتمنى لهم التوفيق الاثنين بو امنه محمد ونتمنى التوفيق للناس ما قال لجميع المدربين الوطنيين بدون استثناء اكيد آه الخبر اللي يعني خبرين هما انا حبيت اخليهم لاخر شيء آه الخبر الاول الكابتن عبد الله يوسف نجم منتخبنا الوطني ونجم سلافيا براغ اعاره لسلوفان ليبريتش نجم من الاوروبي عبد الله يوسف ينضم لصفوف سلوفان ليبريتش التشيكي معارن من بطل الدوري التشيكي سلافيا براغ ويسجل هدف في اولى مبارياته الاستعداديه وحكم بعد اسبوعين عندهم مباراه تصفيات اليوروبا ليج خلونا اوضح شغله عبد الله يوسف ما انباع عبد الله يوسف لازال باقي له في عقده سنتين مع سلافيا براغ انتقال الى سلوفان لبريج بناء على طلب عبد الله يوسف للحصول على دقائق اكثر في الملعب واللعب اكثر سلافيا براغ متمسك فيه المدرب متمسك فيه لكن لرغبه اللاعب في انه هو ينتقل عشان يلعب دقائق اكثر وياخذ يحتك وياخذ خبرات اكثر اتفقوا انه هو يطلع اعاره مفتوحه يعني احتمال تكون فقط ست شهور متى ما احتاج سلافيا براغ لعبد الله يوسف ممكن يراجعه في الانتقالات الشتويه او بعد موسم على الاكثر اعتقد انتقاله هذه مو انتقاص من من شانه او انه هو نازل داون جريد مثل ما يظن البعض انتقاله لفريق ايضا منافس سلوفان ليبرج في المركز الرابع الموسم اللي فات في الخمس او العشر سنوات الاخيره هو دائما في التوب فور توب فايف قبل خمس سنوات كان بطل الكاس قبلها كان بطل الدوري فريق منافس ويلعب في تصفيات اليوروبا ليج يعني بعد اسبوعين عنده مباراه في اليوروبا ليج فانتقال ان شاء الله انه هي فاتحه خير له خاصه انه هو مسجل هدف في مباراه المباراه الاستعداديه الاولى له سجل فيها هدف فان شاء الله ان انتقاله يكون فاتحه خير له ويعطيه وقت اكثر للاحتكاك خاصه في الدوري الاوروبي يمكن الدوري الاوروبي نوعا ما بيحصل فرصه الاحتكاك والتالق اكثر من الشامبيونز ليج شويه صعب فرق صعبه لكن المستويات مختلفه ونظامها مختلف عن الشامبيونز ليج فاعتقد تكون ان شاء الله فرصه ممتازه حق عبد الله يوسف الخبر الثاني رسميا المنامه يستضيف مباريات مجموعته في كاس الاتحاد الاسيا ويكلف الاتحاد القاري المنامه باستضافه المجموعه الاولى خلال الفتره من 26 اكتوبر حتى 4 نوفمبر ويلعب المنامه في المجموعه الاولى الى جانب هلال القدس الفلسطيني والعهد اللبناني والجيش السوري استضافه المنامه ل هذه المجموعة من بطولات كأس الاتحاد الآسيوي اليوم الظروف اللي مر فيها المنامة الطاقم الفني الجديد كابتن علي صنقور صحيح كان مساعد مدرب لكن نعتبره جديد اليوم كونه أول تجربة لك مدرب أو مدير فني ومع الكابتن خليل أسيري الفريق في ظل الوضع اللي هما المفروض أن ينتشلون نفسهم من خلينا نقول من المركز اللي هم فيه في, في الترتيب العام ويروحون الى فرق المقدمه لان المنامه في في الخمس سنوات الاخيره مو فريق منتصف ترتيب فريق منافس دائما في المنافسه وينافس على لقب الكاس والدوري ومهمة استضافة كأس الاتحاد لآسيا إيش كثر هذه كابتن حسن راح يشكل عبء على فريق المنامة وعلى كابتن علي صنقور طبيعة الحال محمد الوضع الوضع الفريق صعب خصوصا ان الكابتن علي اليوم ما يملك الامكانيات اللي تساعد انه هو يرجع الفريق بالدوري وينافس في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي يمكن الكابتن علي انه هو يرجع الاستقرار في الفريق يمكن هو يشتغل على العامل النفسي ويوظف اللاعبين اللي ما توظفه صح مع مع المكاشر يمكن يسوي لي الشغله اوكي لكن موضوع الكأس الاتحاد الاسيوي هذا شيء مختلف. انت عندك في المجموعه باستثناء هلال القدس اللي انا ما عندي اي فكره عنهم. العهد اللبناني والجيش السوري فرق متمكنه في البطوله. صحيح. يعني ابطالهم في السنوات اللي طافت العهد هو بطل او يوصل النهائي والجيش صحيح. بعد نفس الشيء. منافس. منافس الجيش منافس. انت بدون محترف صعب انا ما اعرف اذا هم يقدرون يسجلون محترف في ذي الفتره او لا. ما اعتقد لكن ما اعتقد بدون محترف الوضع صعب محمد الوضع صعب يعني انت تلعب على ارضك ما علي ما بدون جمهور ما بيكون مع حضور الجمهور هذا شيء بياثر على الفريق لكن يعني عامة الفريق وضعه صعب في كاس الاتحاد الاسيوي انا اتمنى ان الكابتن علي يحصل التوليفه المناسبه حق الفريق على اساس انه هو يقدر على الاقل انه يتاهل يتاهل من المجموعه بعدين بعدين لكل حادث حديث. فاتمنى كل التوفيق حق المنامه وان شاء الله نشوف الامور شلون تمشي. ان شاء الله انهم يتوفقون بما انهم يمثلون او بيكونون ممثل الوطن في هذه البطوله لكن علي اليوم هل يمتلك المنامه الزاد البشري اللي يلعب فيه على سباك بطولتين؟ سباك سنة. سنة. خصوصا في ظل الظروف الحاليه اللي تعيشها معظم فرق الدوري الممتاز من بعد الجائحه ان هي تخلت عن مجموعه من المحترفين وانا يمكن انت بتدخلني لنقطه اللي يمكن احنا نتكلم فيها بعدين وعمليه الاستغناء عن بعض المحترفين عندي علامه لا. سؤال كبيره يعني انت شلون راح تقدر توفق بانك انت تلعب على مستوى الدوري او ان انت تلعب على مستوى بطوله كاس الاتحاد الاسيوي بشكل مصغر هي البطوله المصغره اللي راح تستضيفها مملكه البحرين باذن الله. فهل هو يمتلك اللاعبين القادرين على ان هم ياخذون المنامة الى بر الامان على مستوى الدوري وفي نفس الوقت انه هو يطلع بصوره مشرفه بحكم كونه ممثل مملكه البحرين في كاس الاتحاد الاسيوي من وجهه نظري لا اتوقع نادي المنامه يمتلك اللاعبين اللي ممكن ينافسون في الجبهتين فبؤامنا في مرحله اختيار يا يختار الدوري او يختار كاس الاتحاد الاسيوي او انه يستخدم الدوره عمليه تحضيريه حق بطوله كاس الاتحاد الاسيوي وهو اتوقع ما سوف يعمل عليه نتمنى الفتره القادمه في ظل ضغط المباريات لاعبين المنام يتم حفاظ عليهم بشكل جيد من غير اصابات مع تيرن معقول على اساس ان اللاعب ممكن يوصل لبطوله كاس الاتحاد الاسيوي وهو في حاله فنيه جيده. جميل لردينا على مباراة المنامة ذكرني شلون يستغنون لأن في سؤال في مخي بخليه في محور المنامة خلونا ندش أكثر في في فرق دوري ناصر بن حمد الممتاز بنمشي على جدول الترتيب اللي ظاهر معنا بنروح على أهم أحداث الجولات السابقة بمر عليها بشكل سريع لكن لو نتكلم عن جدول الترتيب في الصداره الحد ب 28 نقطه المحرق 26 نقطه في المركز الثاني المركز الثالث الرفاع الشرقي 20 نقطه الرابع الرفاع 19 نقطه النجمه في المركز الخامس 15 نقطه يتساوى مع المنامه في المركز السادس ب 15 نقطه الاهلي السابع 11 نقطة البسيتين الثامن بثمان نقاط الشباب التاسع بسبع نقاط ويتذيل الترتيب الحالي بخمس نقاط لو بنتكلم عن اهم الاحداث الحج الفريق الافضل من جميع النواحي. رتم ثا يعني يمكن الفريق الوحيد نقدر نقول اللي مستواه ثابت ويمشي بخطه ثابته كابتن حسن. هو الافضل باستثناء الاكثر تهديفا هو مو بالاكثر تهديفا، الفريق الاكثر تهديفا هو فريق الرفاع. صحيح. لكن عامة الحد هو الافضل. الحد محمد صار له فترة من سنة عنده استقرار إداري في الفريق و... وعنده استقرار فني بعد فتشوف الحد دائما يكون في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري ودائما تشوفه في كأس الملك حاضر سواء في النهائي في قبل النهائي يحرج الفرق يعني تتذكر مباراة الرفاع في آخر ثانية للرفاع تجيله والجو صحيح. فهما دائما متواجدين الفريق مهم انه يكون عنده استقرار هاي الشيء اداره الحد تحسب لها يعني انهم عندهم استقرار في الفريق الكابتن محمد الساملون يعني الكل يعرفه هو خبير في الدوري البحريني مخضرم يقرا يقرا المباريات بشكل صحيح يوظف اللاعبين بشكل صح توافقوا في محترفينهم محترفينهم زينين يعطون الشيء اللي انا ابي كمدرب يعطيني الشيء اللي انا ابي في الملعب مامادو يعني هو هو مو بمامادو النجمه لكن في النهايه هو هداف قناص تي كره يخلصها وهاي الشيء المطلوب اليوم احنا عندنا في الدوري هم لهم 19 جول بنسبه 1.7 عليهم ثمانية بنسبه 0.7 يعني عامة تاني إذا بلخص هم الأفضل على الإطلاق في الدوري لحد الـ لحد الجولة 11 لحد الجولة 11 بس هم عندهم مشكلة أن عندهم دقائق ال 21 سنة نحن. كابتن محمد شلون هو بيوظف في الموضوع شلون ما أعرف بس يعني هم ما عليهم ما عليهم خوف لحد فريق فريق ثابت جميل لو تكلمنا علي عن الشرقي والمفاجاه الساره مقارنه بالموسم الماضي الموسم الماضي الفريق نافس على الهبوط ما حقق حتى الهدف اللي كان يبيه انه هو يكون في التوب فايف على الاقل او التوب فور ما حقق حتى الهدف الموضوع من خلال الموسم المنصر مع الطاقم الفني الاسباني اللي كان موجود بقياده بيدرو اليوم مع طاقم فني بحريني بدايه الدوري انطلاقه نوعا ما متذبذبه متعثره لكن بعدها مشى في خط تصاعدي لهذه اللحظه هو في المركز الثالث بفارق ثمان نقاط عن المتصدر. ابو منيره التغيير في الاسلوب ياخذ وقت لان انت تبتدي تجني ثماره خصوصا ان انت كنت تلعب بالمدرسه الاسبانيه الموسم المنصرم اللي كانت تعتمد على اسلوب معين بينما يختلف تمام الاختلاف عن الاسلوب اللي ينتهجه اليوم الكابتن مريان عيد. اولا ثانيا آه نادي الرفاع الشرقي هو اكثر نادي على مستوى الدور المحلي استفاد من الايقافات وقدر يصلح وضعه في الايقافات بالتوالي لين بين القسمين استطاع انه يستقطب التون والمحترف الثاني اللي وياه آه آه لويس, لويس لويس اللي, اللي عملوا الفارق بشكل كبير في الثلث الهجومي مع تواجد الاستقرار على مستوى خط الدفاع انا وجهه نظري الرباعي خط الدفاع في نادي الرفاع الشرقي هو الاثبت هو الـ 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 الاجهز أه، لاعبين محليين عارفين بعض عبد الله هزاع محمد دعي أه، عمر عبدالله دعي عمر عبد الله مبارك اللعيبه الاربعه ذلين قاموا بشغل كبير وبدا مستواهم تدريجيا يرجع يعني يمكن انا ما حبيت اخوض في النقطه لكن في يعني مثلا ليث هاشم من اللاعبين اللي الموسم المنصرم صراحه ما اخذ فرصته مع المدرب الاسباني سميني. وهو كان من افضل الاظهره اللي موجودين وممكن يخدمك في الافكار كلها 3 5 3 4 3 4 4 2 ممكن ليث يعطيك صحيح عوده ليث لمستواه هالموسم بغض النظر عن تسجيل هدف في مرمى فريقه في مسابقه كاس الملك لكن هو قاعد يقدم مستويات تصاعديه وثابته فاللاعبين قاعدين يتطورون مع الكابتن مريان عيد حبه حبه قاعدين يشربون التكتيك لتطبيق ال451 تعرف محمد خليفه لافي ظهوره بشكل جيد من بعد التوقف صحيح. توهج علي ناصر كل هذه عوامل ادت الى ان احنا نشوف الشرقي بثوب مختلف بالاضافه الى ولا يهونون الفرق الثاني محمد التذبذب اللي قاعد يصير على مستوى الفرق الثانيه اللي احنا متعودين عليها في المواسم المنصرمه ان هي تشاغب نوعا ما صحيح. في صداره سلم الترتيب بدون النجمه المنامه مو في وضعهم الطبيعي هالموسم فهذه عطى الفرصه ان رفاع الشرقي يرجع ويبدا تدريجيا ياخذ خلينا نقول الثقه مكان وياخذ مكانه الطبيعي وتواجده بين الكبار ويذكرنا برفاع الشرقي التسعينات اكيد <applause> <عم. تصفيق> الجدل حول نتائج مستوى المحرق ومدربه بكيتا، المحرق حاليا ثاني ترتيب فارق نقطتين عن المتصدر وفي لقاء يجمعهم لكن لا زال جماهير المحرق مستائين جدا من بكيتا ومن الاداء اللي قاعد يقدمه المحرق بغض النظر عن النتيجه. صحيح. شوفوا محمد احنا في البحرين متفقين ان المحرق هو الرقم الصعب صحيح المحرق هو ثابت في المنافسات كلها في كل السنين سواء كانوا زينين او مو بزينين مستواهم زين او مو اللي يتغير المنافسين صحيح احنا السنه نشوف مثلا فريق ينافس محرق السنه الجايه تشوفه يلعب على الهبوط بس بس ما انا سمعت يعني من يوم ما انا لعبت كره ما شفت محرق يقطي ينافسون على الهبوط او مستوى في السادس او صحيح فمحرق هو الفريق ال يعني الرقم الصعب في البحرين احنا السنة يوم سمعنا ان المدرب باكيتا اسم كبير في عالم التدريب انجازاته والسي و... في ماله يعني ما احتاج انا مو اللي اتكلم عنه فاحنا يعني فرحنا ان في طفرة بتصير في الدوري عندنا مع المدرب لي هو بيقدم حق الدوري اكثر مما بيقدم حق محرك لكن للاسف هو ما قدم حق محرك شيء على اساس انه هو يقدم حق الدوري شيء. <applause> انا معاك ان الجمهور محرق مستاء لان محمد ما في ثبات في التشكيله تشكيله ما فيها ثبات يعني هو اعتقد انه قال انه انا ما اعرف اذا هو يبي يبني فريق او انه يبي ينافس بس بطوله، اذا هو يبي يبني فريق لازم يعتمد على اللاعبين الشباب. محرق اليوم عنده عناصر شابه في البحرين ما في فريق في البحرين عنده عناصر مثل محرق. صحيح لكن مدرب بكيتا ما, قاعد يعتمد عليهم في واحد او اثنين بس هم اللي يلعبون على طول اما الباقي ما حصلوا فرصاتهم اذا يحصلون فرصاتهم ترى هم نجوم ويقدرون يعطون الشيء اللي انت تبيه منهم كمدرب لكن المدرب يعتمد على الحارس القديم اللي اللي انا بعد اشوفه يعني لاعبين زينين امكانياتهم زينه لكن ما في مستوى محمد صراحه يوم لا محرك اي يوم محرك فوق ويوم محارق تشوفه يعني يستحق انه هو يخسر لكن تطلع بتعادل او فوز. في شغله بعد تراجع اداء الرفاع والمنامه والنجمه وغياب الاهلي صار له سنين الحين خلى المحارق يكون في ذي المركز اما المحارق المفروض يحصل منافسه على المركز الثاني بحكم ان الحد هو يقرر خارج السرب هو الافضل مع انه ما في فارق نقاط وايد. ف يعني انا اتوقع ان الامور بتصعب على المحارق اكثر بحكم ان الجمهور ما بيكون موجود وهو يعني اللاعب رقم 12 صح في النادي وعندهم قانون ال21 لازم يعني المدرب لازم يدخل الحين هو صار مجبور انه هو يدخل اي مجبور انه إيه؟ هو يدخل اللاعبين في النهايه انا اتوقع المنافس الوحيد حق الحد على بطوله الدوري هو محارق مع وجود الشاركي والرفاع هذا الموضوع نرجع له بعدين نقاط بس يعني ناخذ بس يعني لمحه على النقطه انه انا اعتقد ان المحرك المحارقة هو المنافس الوحيد حق الحد في بطوله الدوري هو الوحيد انه يقدر انه ياخذ البطوله من من على فارق النقاط ولقاء النقاط. مرتقب بينهم اي صحيح جميل صحيح جميل لأ لو احنا حق الاهلي علي الاهلي يعني البدايه قويه بعدها دروب يعني غريب وإقالة عيسى السعدون بشكل غريب أيضا يمكن الكل في الشارع الرياضي تفاجأ من هذه الإقالة الأهلي وين وين رايح محمد الأهلي مو واضح الأهلي إحنا إحنا المحللين الفنيين ما نري صراحة الأهلي شنو يبي يبنى بطلال ويبنى كابتن على حبيلي هني وسالناهم وما زالت الرؤيه بالنسبه لي مو واضحه انا ما حصلت الاجابه الشافيه مع كل احترام والتقدير حق بطلاو والكابتن على حبيل مو لانهم ما جاوبوا على اسئلتي لا لان انا ما قاعد اشوف هو شنو يبي حق فريقه انا تكلمت انه هو كان يمر في تخبط لمشكله مشكله الثمان تسع سنوات اللي راحت بين صعود وهبوط يمكن استبشرنا خير في بدايه الموسم او خلينا نقول من الموسم اللي فات بان صار في خطه الفريق بدا يعني يوضع نصاب عينيه هدف ويحاول يوصل له انه يبني فريق يوصل للدوري الممتاز ويبني على ذلك نجح في ذلك مع الكابتن عيسى السعدون وصل الى الدوري الممتاز وفي اول جولتين شفت الاهلي بشكل محمد وتوقع كلنا شفناه توقعنا عوده الاهلي القديم من بعد الجوله الثانيه محمد ما اعرف اللي صار في اللاعبين بدا الدروب ومع خروج مهدي حميدان بدات الكارثه بالنسبه لي صحيح نادي الاهلي خلينا نكون واقعيين خلينا نفصل فني شوي الكابتن محمد السعدون يلعب ال451 في ال451 لما تلعب البلوك المتاخر انت تحتاج لاعبين بخصائص معينه في الثلث الاخير من الملعب على اساس يقدرون يصنعون لك الفارق في الكاونتر اتاك اللي انت راح تعتمد عليه مهدي حميدان مع ارنست اداتين من افضل الادوات اللي ممكن تطبق لك بس مين معاهم محمد ومن لاعبين وسط الارتكاز اللي ممكن الفريق يبني يسوي عليه يسوي الترانزيشن السريع صحيح وعملية البناء البلد من الخلف ما شفنا ذي الشيء بين الانتقالات يابوا المحترف الفرنسي ويابوا عيسى البري على اساس ان هم راح يصلحون الوضع وهاي كان قبل اقاله الكابتن عيسى السعدون. محترف كان المحترف كان مقلب. المحترف انت وياي في اول مباراه شفته اول مباراه اربع لمسات. اربع لمسات نعم. حتى كنا انا وانت والكابتن مسي علي بالخير الكابتن محمود المختار. كنا نقول ان هذه المحترف الجديد وان الاداره تتكلم عنه والناس والجمهور والشارع الرياضي يترقب محترف فرنسي وحياتك محمد اربع لمسات في الملعب كل لمسهم فرانك وعيسى ايه الفراينك. وعيسى البري. لاعب ذو جوده وانا اتكلم من ذي المنبر عن وفي الاستوديو التحليل لما اقول عيسى البري ليس انتقاصا من قيمه عيسى البري الفنيه لا لان انا شفت بعيني ولعبت مع عيسى البري وعرف امكانياته أنا بالنسبة لي ما شفت حتى 10% عشر 20% من إمكانياته، لأنه لو في وضعه الطبيعي ممكن يغطي جزء كبير من اللي فقده مع غياب مهدي حميدان، ما نجح في ذي الشيء. اللي ما فهمته أكثر وليس انتقاصا من الكابتن كمال الزواغي إقالة مدرب يلعب بأفكار وتيب مدرب يلعب بنفس الأفكار مرة ثانية مشابهة كوبي بيست مع نفس الأدوات شنو التغيير اللي أنت تترياه في الخمس جولات اللي باقية اذا انت بتلعب نفس الاسلوب بنفس اللاعبين والمدرب ما بيكون عنده المساحه انه هو يجلب الادوات اللي هو يحتاجها <applause> في النهايه انا من وجهه نظري كان من باب اولى انه يعطى الكابتن عيسى السعدون الفرصه انه يكمل ما تبقى من منافسات هالموسم عطفا على ان الظروف اللي احنا تكلمنا عنها لان انا متاكد الكابتن كمال لا يملك العصا السحريه ولا هو اللي انا شفته من خلال جولتين اللي لعبهم النادي الاهلي انه هو قاعد يغير من اسلوب اللعب هو نفس الافكار ال4231 ال... ومشكله النادي الاهلي محمد في الثلث الاخير لا عند اللاعبين القادرين على الاحتفاظ بالكره ولا نقل الكره بسرعه فتشوف الفريق في الثلث الاخير محمد ضايع من يوصل للثلث الاخير الكرات تنقطع وترد ترجع عليه مره ثانيه ويرد يرجع يحاول يبني هجمه هو منظم شكليا على مستوى القالب التكتيكي ولكن يفتقد الى الاسلوب الواضح مع الادوات اللي تنجح الاسلوب اللي ينتهجون المدربين اللي هو موجودين في النادي الاهلي ان كان الكابتن عيسى السعدون او الكابتن اللي الكابتن كمال الزواقي. جميل كابتن حسن الفتره السابقه خلينا نقول او قبل الجوله اللي راح تقام الحين مع استئناف الدوري هناك تشكيك في قدره كابتن علي عاشور لاعاده الرفاع الى مكان متصدر الى المنافسه على اللقب او الفوز باللقب كونه هو حامل اللقب بعد البداية المتواضعة كنت أثر كثير بالفترة الراحة بالبطولة العربية بالظروف اللي واجهته بدايتها متواضعة في الدوري أثرت على موقعها حاليا في المركز الرابع تسعة عشر نقطة يعني فارق تسع نقاط عن المتصدر يقدر كابتن علي عاشور أو الشكوك في محلها بمنيرة شوف دوام الحال من المحال صحيح. جمهور الرفاع اليوم سقف الطموح عندهم راح فوق. الشيء اللي صار العام مع نادي الرفاع شيء غير طبيعي. الفريق كمستوى، كأداء، كنتائج، بطولات. وما حققوا ثلاثية العام صح؟ صح. يعني ما أظن أحد في تاريخ البحرين حقق ثلاثية. صار ذي الموضوع. يمكن أو يمكن لمحرق. يمكن, يمكن يعني بجدارة هم العام كانوا الأفضل. الموسم ذي في امور تغيرت في الفريق اهم الامور ان المحترفين اللي طلعوا ما عوضوهم محترفين من نفس الجوده عندهم كان عندهم اوتشي اوتشي هو الهداف انضم لهم دويو دويو محترف كان يقدم اضافه كبيره في الملعب صراحه صحيح كان عندهم المحترف السوري اللي كان مسوي المدافع المدافع جهاد نعم كان مسوي ثنائي قوي مع حامد شمسان صحيح كان دفاعهم بصراحه شيء غير طبيعي غير ان عندهم هارون بارع كان يدش الشوط الثاني هو انا اتذكر كابتن علي بعد كلمني قلت له ان انت كل ما تدخل هارونا في الشوط الثاني يعطيك الشيء اللي انت تبيه فهاي الشيء كان يصير يدش هارون الشوط الثاني يسوي لك بالانس في الملعب الفريق كان كان تشوفه يغير شكل الفريق يغير شكل يعني هو الفريق الثاني يضغط عليه تشوف هارونا يقوم مثلا يدش الملعب يراجع الموازين اللعب كلها حق الرفاع يسوي بالانسنج بين الهجوم والدفاع واموره طيبه ما عنده اي مشكله الموسم دي وايد اشياء تغيرت صراحه مثل ما قلت بدايه الموسم الرفاع صاده ضغط غير طبيعي في البطولات في النهايه اللاعبين يحتاجون راحه الضغط اللي صار عليهم بياثر عليهم، احنا نشوف لاعبين أوروبيين يتاثرون بذي صحيح. الشيء يعني مو عندنا هني. في النهايه هم لحد اليوم هم اقوى هجوم لكن دفاعهم يعني انت ما بيفيدك اذا انت هجومك قوي لكن دفاعك تستقبل اهداف ما بيفيدك ذا الشيء، لازم يكون انت انت اذا بتنافس على البطوله لازم يكون دفاعك اول شيء قوي. صحيح انت شوف انت 0 تريد؟ 1 0 2 1 1 0. هم أهم شيء لا يسجلون فيك صحيح أنت بتسجل أربعة بيسجلون عليك ثلاثة أو أربعة شو بيفيد صحيح آه أنا أثني على العمل الإداري الاحترافي اللي في نادي الرفاع خصوصاً عقب قبل فترة أنهم تعاقدوا مع المحل الفني اللي كان عندكم هنا محمد الحسيني محمد الحسيني آه العمل اللي يقوم في نادي الرفاع اليوم كعمل إداري قيادة سمو الشيخ خليفة بن علي اللي أمسي عليه بالخير والطاقم كله الموجود من محلل من مدرب حراس من يعني المساعدين في شغل جبار في نادي الرفاع لكن محمد مو كل موسم الشيء اللي انت تبيه بيصير صعب انت عندك منافسين انديه تشتغل انديه تبي تنافس ظروف ساعات ما ما تساعدك ظروف ما تساعدك السنه انا اتوقع ان رفاع الظروف ما ساعدته موضوع ان علي يقول ان احنا لحن في المنافسه حسابيا اي وما في المنافسه حسابيا صحيح. صحيح لكن انا اشوف الموضوع صعب بحكم ان الحد مستواه ثابت صحيح الحد الحد تشوفه حتى في أسوأ حالاته يفوز صح هذا الشيء يعرف يفوز ي... يعرف يفوز يعرف يفوز نعم. اذا احنا قلنا نقول المحرق والحد شوي اداهم أدوه الدبدب يرجع لا تشوفهم ثابتين فانت كل صحيح. ما تفوز يقول يفوزون خلاص احنا بنواصل لنهايه الدوري بتشوف انه ما بقى شيء حسابيا انت خارج المنافسه. صح. انا اتوقع ان الكابتن علي يراجع الفريق شوي لكن رجوعه متاخر بصراحه يعني متاخر رجوع متاخر. صعبت علي المنافسه. صعبت اي صعبت علي المنافسه. جميل لو باخذ قبل ما ندخل في في ترتيب الهدافين وجولات جدول الجوله القادمه علي للشباب يعني بما ان نتكلم حسين عن ان تكون عندك قوه هجوميه لكن دفاعيا تكون ضعيف، الشباب مع كابتن حسين علي بيلي ومساعده كابتن محمد سلمان يعني قياده فنيه هجوميه بحته، صحيح. فصار الفكر في الملعب هجومي, هجومي. ما ما نختلف ان هو الفريق قاعد يقدم كره هجوميه لكن لا زال يفتقد الى الفينشينج التهديف معدل التهديف عنده ضعيف في المقابل دفاعيا ضعيف يعني العضعف هو ولا اضعف العضعف يعني 26 جول عليه 26 هدف عليه يمكن شفنا مباراته مع محرك سجل ثلاثه صح لكن استقبل خمسه عنده بوادر هجوميه لا زال معدل التهديف يعني حلو تلعب لعب هجومي لعب ممتع لكن ايش كثر قاعد ياثر عليك في عدم التوازن يعني انا ما اعرف الكابتن حسين بلي وضع يذكرني بوضع لامبارد مع تشيلسي محمد الفريق يمتلك الفكر لكن الادوات اللي موجوده مع كل الاحترام والتقدير وايضا على مستوى المحترفين يعني كان باقي بس برنس وخذوه فاللاعبين اللي موجودين اللاعبين اللي موجودين اليوم ولا يهونون وليس تقليلا من مستواهم لاعبين شبان راح يلمع نجمهم في سماء الكرة البحرينية لكن إنه ينافسون محرق الرفاع الشرقي في ظل اللاعبين الناضجين فكرياً وبدنياً واحتكاك صعب إنك أنت تقدر تجاريهم خصوصاً إن الكابتن حسين اليوم يوي بأفكار مختلفة من بعد خمس أو ست مواسم الكابتن هيثم, هيثم جطل, جطل مع فكرة الدفاعي أو الفكر المتحفظ فلين الكابتن يوجد الادوات اللي راح تنجح الاسلوب لين اللاعبين يبتدون يشربون الاسلوب مع أن في بعض المباريات قدموا كره كره قدم جميله صحيح جدا خصوصا اول مباراه ضد نادي المحرق محمد يعني كان يفتقدون الى الخبره يفتقدون لعنصر الخبره نعم يفتقدون لعنصر الخبره من كذا اقول لك لاعبين شبان محمد وكان المحترف الوحيد اللي ممكن يبني عليه الكابتن اللي هو برنس وخذوه وأحنا اتوقع في ظل الظروف الحاليه ما اتوقع انه راح ابقى على محترفين نادي الشباب يمكن بيلعب بالمحليين ما اعرف يعني انا مو متاكد من هالمعلومه لكن نادي الشباب لو كانت الظروف تسمح له بان هو يكون عنده ميزانيه بحيث يجلب لاعبين محترفين يعني بسعر مرتفع هاي كواليتي وضعه بيكون بمراحل افضل من وضعه الحالي وممكن ترى ممكن اليوم اذا نادي الشباب نجح في انه يتفادى النزول ممكن ان العمل في الموسم القادم المستمر مع تواجد الاستقرار اذا كانت هذه نيه اداره نادي الشباب بان تعتمد على المحليين جني الثمار يبي له وقت محمد في ظل مكي. هذه الافكار واتمنى التوفيق حق حق كابتن حسين بيلي مكي. محمد اسمح لي بس اسال علي الشباب عنده لاعبين خبره عنده علاوي عنده محمود العجيمي وعنده حسين سلمان، حسين سلمان تعور قبل فترة صاده واتر اكيلس اي نعم واتمنى له انه يرجع ان شاء الله المفروض جاهز اذا ما خاب هو جاهز انا على حسب علمي انه هو جاهز بس ما يقدر يلعب يعني مو بجاهز 100% على اساس انه يلعب فما توقع انه يستاهل اكثر إيه. هل تعتقد ان الذين الثلاث العناصر خذوا فرصتهم في الفريق كعناصر خبرة؟ لان كلامك انا اتفق معك الفريق كله شباب انت اليوم تحتاج عنصر خبره في الملعب. المباراه عليك محمد في دقيقه واحده. صح. دقيقه واحده صح. انت تلعب 86 دقيقه صح؟ دقيقه تسعين جول عليك انت خسرت. عنصر الخبره القياده في الملعب مهم. هل تتوقع ان الكابتن حسين بيلي اعطاهم الفرصه اللاعبين الخبره في الفريق؟ يعني انا وجهه نظري حس علاوي خذ تسيناف حسين يمكن في القسم الثاني من بعد الموضوعه مع النادي الاهلي. وبقى عندهم العجيمي محمود العجيمي محمود, العجيمي صار لفترة مبتعد عن الملاعب المحلية وما شفناه في, 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 أرضية الملعب وما بتقدر تحكم إذا هو كان يستحق المنس ولا لا وأنا متأكد أن هذه شأن فني بحت من قبل المدرب ولكن لو كان محمود العجيمي يستحق منت أتوقع راح نشوفه في أرض الملعب خصوصا أن ترى محمود ممكن اللي كان ينافسه أيمن عبد الأمير هو من اللاعبين المتميزين في الدوري المحلي وانتقل إلى نادي الرفاع صحيح. فأتوقع أن الكابتن حسين بيلي قاعد يتعامل مع الأدوات اللي موجودة عنده بأتوقع بعقلانية بخلنا نقول بمنطقية ولكن أرجع أقول لك انت اذا بتلعب بفريق شباب على الاقل في كل مركز واتوقع انت تتفق تحتاج ليدر اذا مو محترف احنا نتكلم صحيح. على اساس اذا تبي تنافس على الدوري لك على الاقل قلب دفاع هاي كواليتي يقود خط الدفاع لاعب خط وسط على مستوى قيمه فنيه يعتمد ان كان على مستوى الارتكاز او كبلاي ميكر وسترايكر بحكم ان اليوم انا اشوف نادي الشباب يمكن عندهم اللاعب الشاب لاعب شاب ممكن يجي إيه منه مع مع الوقت، لكن ما بتقدر تبني عليه عشان انك تستمر في الدوري الممتاز، خصوصا اقول لك الافكار اللي موجوده عند الكابتن حسين بيلي افكار هجوميه حلوه وممكن ان ان تنجح اي لاعب بسهوله لانك تلعب فكر هجومي اسهل من انك تلعب فكر دفاعي محمد صحيح. خصوصا حتى المجهود اللي انت راح تبذله خلال مجريات المباراه المسافات اللي راح تقطعها راح تكون اكثر لكن ارجع اقول لك الامكانيات الماديه هو ترى مو ان نادي الشباب ما يبي لا بالعكس نادي الشباب يبي هو النادي الوحيد ترى اللي ما عنده استثمار ترى خلينا نكون واقعيين يعني يمكن توى الحين اذا ما خاب ظني قبل سنه بدا نأجر الارض صحيح. ما اتوقع استلم شيكاتها للحين فالفريق مقلوقتي. ما عنده مدخول غير الميزانيه وان كان في يمكن واحنا لا نعلم هي. ان كان في قائمين من اعضاء مجلس اداره متابعين اعضاء شرف ان كان في موجودين عندهم ممكن انهم يدفعون حق محترف لكن علي فريق نادي الشباب يمكن من اكثر اللاعبين اللي يصدر لاعبين يبيع لاعبين انا ببيع صغير محمد او اول ما يبزغ نجمه وينضج في النادي اللي بيروح له طبيعي ما استفدت منه. ما منه. من اليوم سياسه نادي انت اليوم عشان انا بعد استفيد اذا انا من الانديه اللي تفرخ لاعبين وهذه ف... هذه يمتلكها فريق نادي شباب لان فئاتي كلها منافسه تقريبا في السنوات الطريقة الاخيره الطريقه الوحيده اي ميك ماني انا إيه؟ ما عندي استثمار فانا راس مالي ابيع لاعبين اي خصوصا إيه؟ بيع. دا انا. دا عندي استفيد. عندي اذا انت قاعد عندي كره يد بعد أنا لا تنسى لعبه ثانيه انا مو بس من وايضا يصدر لاعبين منها ويصدر منها ما انا اقول لك نادي الشباب امس يمكن انا اتكلم يا ابو علي في انديه عندنا على المستوى المحلي محمد تخصصها تصدير مواهب منها نادي الشباب صحيح. لكن إذا أنت فكرك كنادي مصلحة اللاعب قبل مصلحه النادي وهذه ترى شيء مو كل نادي يسويه وانا اقدم التحيه حق مجلس اداره نادي الشباب برئاسه ابو احمد ترى مو كل نادي يقبل ان صح. ان مصلحه اللاعب تتجدم على وانت فاهم قصدي زين صحيح وهذه شيء ولا نادي يقبلها إيه ولا نادي يقبلها في البحرين لكن نادي الشباب اذا يشوفون ان العرض مناسب وفي مصلحه حق اللاعب ما يوقفون في وجه محمد وهذه بعد شيء يحسب دائما انت هذه القرارات الإدارية محمد وانت تعرف يكون لها لازم ثمن بقاء في الدوري الممتاز في هالموسم من وجهة نظري بيكون شيء جيد جدا لكن اتمنى ان الفريق يقدر يدعم صفوفه في الايام القادمه بلاعبين هاي كواليتي يساعدون الكابتن حسين بليه يطبق افكاره ويساعدون اللاعبين الشبان اللي ممكن اقول لك يعني لا تستبعد يعني حسن مدن لاعب قادم في, في شقيق اللاعب علي مدن صحيح. ممكن نشوفه ترى في, في الفترات الظهير الايسر لاعب المنتخب الاولمبي احمد فاضل اذا ما خاب ظني في عنده لاعبين ممكن قادمين لكن يحتاجون وقت حق انت تبتدي تجني ثمار هذه اللاعبين إذا ما بعتهم إذا ما بعتهم جميل خلونا ندخل على جد جدول مباريات الجولة 12 اللي راح تستأنف من خلال دوري ناصر بن حمد الممتاز لموسم 2019-2020 الجمعة تاريخ 7-8 راح تنطلق هذه الجولة بثلاث مباريات جميعها راح تقام في الساعة السابعة مساء المنامة يلاقي الرفاع على ملعب خليفة الرياضي الأهلي والحالة على ملعب الأهلي المحرق والحد على ملعب الحد اعتقد هذه المباراه راح تحدد من يعني راح يكون في مقدمه الترتيب ويكون سباق لللقب. السبت تاريخ 8 8 استكمالا للجوله 12 مبارتين فقط وايضا في الساعه السابعة مساء النجمه والشباب على ملعب خليفه والبسيتين والشرقي على ملعب المحرك خلونا ندخل على مباراه مباراه من خلال الجوله 12 من دوري ناصر بن حمد الممتاز بنبتدي مع الرفاع والمنامه مباراه الرفاع والمنامه في القسم الاول انتهت أربعة ثلاثة نتائج اخر عشر مواجهات بين الفريقين في مسابقه الدوري فقط فاز الرفاع بخمس مباريات المنامه ثلاث وتعادلوا مرتين الرفاع في المركز الرابع 19 نقطة، المركز السادس المنامة 15 نقطة فارق أربع نقاط، وأعتقد خسارة فريق وفوز فريق راح تسبب خلل في خلينا نقول تحريك أو أو تحريك الترتيب وتحريك الكراسي في الترتيب العام وتبادل الكراسي. خلونا نبتدي مع الرفاع وضع الرفاع الحالي مع الفترة اللي استوقفت تركيزهم على الشباب كابتن حسن يعني كابتن علي عاشور انت يمكن ذكرت ان السباق صعب لكن تحديدا في هذه الجولة وفي هذه المباراة شلون تشوف فريق الرفاع واستعداداته فنيا للقاء المنامة قبل تقريبا كم يوم طلع المساعد المدرب محمود جلال محمود جلال وقال ان احنا بنركز اكثر على اللاعبين المحليين هما اتوقع راح صالحة صالح الطاهر وجيجي هما الحين مو موجودين مع الفريق فالفريق يركز حاليا على اللاعبين الموجودين المحليين اللي هم على مستوى عالي اذا يكونون في يومهم هم هما على مستوى عالي وعند المحترفين اللي, اللي الموجودين حاليا اللي يعني ما اعرف اذا هم بيقدمون الاضافه الكافيه حق المدرب علي عاشور او لا، انا اشوف الرفاع اجهز من المنام الرفاع اليوم في ذي الفتره اجهز من المناومة بحكم النتائج الاخيره اللي كانت ايجابيه. اشوفه كمستوى كاداء هو يعني الاجهز في حق في مباراه اللي بتي. محمد مثل ما قال اخوي علي المنامه ينافس الاهلي في الغموض يعني كل واحد يقول حق الثاني انا اغمض منك كذي ما ما تعرف شنو موضوعهم الملامة يعني احنا موضوع المحترفين انت اليوم عندك محترف هو نجم الفريق الاول بغض النظر عن اموره مع المدرب السابق اللي كان ما كان على علاقه قويه مع مع اللاعب موريسيو اي موريسيو اي انت اليوم هذا اللاعب نجم الفريق الاول هو في الفريق هو فهو اكثر لاعب صنع فرص هو اكثر لاعب سدد على المرمى استغنائك عن ذي اللاعب في ذي الفتره سبب لك مشكله محمد في الملعب اكيد انت اليوم ما عندك مهاجم واحد من ابرز محترفين الدوري وجوده في الملعب يسوي لك الفار اذكر مباراه المنام والمحرق الاخير الثالثه في الكاس او الدوري علي صحيح لي اذا انا مغلطان ما لعب اللاعب مباراه كاس جلاله الملك ما لعبه اليوم. صحيح كان كان برا المحرك كانوا سيئين محمد في المباراه المحرك قاعدين يقولون لك تعال انتخب المباراه مني. صح. مباراة 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 من صح المباراه الثانيه مباراه إيه؟ اليوم سيئين انا اتوقع اذا هاي اللاعب كان لاعب يعني من بدايه المباراه المناوى كان كان بياخذ المباراه هذه من المحرك ويمكن يتاهل للنهائي اللاعب ديش ديغويك تغير مجرى المباراة كلها أنا ما أشوفه يعني محترف سوبر لكن محترف على مستوى زين بالنسبة للدور النهائى. صحيح صح. أنت اليوم تستغني عنه ما عندك بديل محمد ما في بديل ملاوة ما عنده مهاجمين وأعتقد ما يقدر يسجل مهاجم أنت اليوم ما تقدر تسوي انت اذا اذا ما سجلت ما بتفوز محمد. ما في لا ما في فريق يفوز متعادل لازم صح. تسجل اذا انت ما عندك مهاجم شلون بتفوز؟ صح. ما عنده يعني خيارات الكابتن علي صنقور قليله كلش يعني الكابتن في وضع لا يحسن عليه عنده ايقاف نجم في الدفاع احمد نبيل يعني وجوده مهم اكيد وما على خط الدفاع ما أثر. بدون مهاجمين والفريق جاي من وضع اداري غير مستقر فانا اشوف ان الرفاع اجهز في ذي المباراه يعني هو المرشح انه ياخذ ياخذ المباراه من الملامه في النهايه هذه كره ما تعرف شو يصير فيها صح موضوع الجو والوقفه الطويله اللي صارت بتاثر اكيد فالاجهز بدنيا محمد اتوقع انه بياخذ المباراه مو بس ذي المباراه كل المباريات كل المباريات الاجهز بدنيا في ذي الجو اللي مركز هو اللي بياخذ المباراه. انا اتوقع ان الرفوع مثل ما قلت لك هم الاقرب بحكم ظروف الفريقين في الفتره الرفاع الرفوع هو الاقرب. جميل علي يمكن انا من ساعه اللي ابيك تذكرني ذكرني فيها حسن الحين. اليوم يمكن من الاسباب اللي سمعناها من قبل الجهاز الاداري لنادي المنام استغناء عن موريسيو تحديدا هو تخفيض رواتب اللاعبين وهو نفس السبب اللي استقال في المكشر حسب تصريحه تخفيض اللاعبين 50% بسبب الظروف الحاليه لجائحه كورونا. اليوم اللاعب ذي رفض انه يخفض راتبه المدرب ايضا رفض وما تم الاتفاق. فاللاعب رفض انه يعود الى البحرين بسبب انه هو مو متقبل فكره تخفيض راتبه 50 بالمئة مع أن البقية وافقوا اليوم أنت كفريق الجائحة جات في منتصف الموسم تقريبا النقطة اللي فيها أنت ميزانيتك ترصدها شهر بشهر بالضبط. ولا موسم كامل بالضبط. فعلى اي اساس الحين جائحه كورونا خربت ميزانيتك وخفضت 50% ومو بالضبط. قادر تجيب موريسيو ل... يكمل معك السبع جولات لا ل... ل... عندك مدخول من التذاكر من الملعب لا عندك حقوق نقل مدخول منها لا عندك كلاب ستور بتبيع منه وين التاثير في الجائحه انت مو بنيت ميزانيتك بدايه الموسم بناء على اللي موجود عندك في رصيدك في خزانه النادي صحيح. ولا انت كنت تنتظر وباني على اشياء ثانيه انا اتفهم ان النادي المنامة من اكثر الانديه اللي عندها استثمارات اللي تعتمد على ايجاراتها في الشارع بدون ذكر اسم الشارع الشارع اللي موجود فيه النادي نعم. عن طريق المستثمرين اللي متاجرين المساحات من النادي لكن, لكن ميزانية ترصد. الميزانيه ترصد محمد. ميزانيه ترصد صحيح. وقطاع المطاعم ما توقع تاثر بذيك الدرجه يعني صحيح. الاف ان بي والريتيل اقل من اقل القطاعات اللي تاثرت واذا كان يمكن التخفيض نص ايجار حق الثلاث شهور، وين التاثير في الميزانيه؟ وحتى لو كانت ماثره الميزانيه معقوله انا استغني عن الام في بي وانا ما عندي القدره على اني اتعاقد مع لاعبين. صحيح. إذا وين المشكله ان انا البقيه قبلوا بالتخفيض يبقى ذي اللاعب عقده خاص وياخذه كامل. خصوصا اقول لك ابو علي. انا قلت نفس <applause> الكلام. يعني ما عندك <applause> مهاجم. اعتمادك عليه هو وانت فزت على الرفاع وطلعت بمستوى جيد مباراه الرفاع القسم الاول بسبته هو محمد هو اللي كان عامل الفارق بنسبه 100% في المباراه. انت اليوم استغنيت عنه مع عدم وجود بديل قادر على انه يسجل في الثلث الاخير. عيسى جهاد من اللاعبين المجتهدين ولكن خلينا نقول الغزاره التهديفيه او الحس التهديفي عنده مش بالدرجه اللي ممكن تاخذ المنامه اللي بعيد مع ان الكابتن محمد المكشر جربه في مركز المهاجم انا اللي ما افهمه سياسه التعاقدات هالموسم في نادي المنامه مع ان الاشخاص نفسهم ما تغيروا انا اجيب إفرتون انا اجيب تياغو واخليهم يصيرون من افضل المهاجمين ومعمرين في البحرين من يوم ما طلعوا من البحرين ومنهم من اخذ الجنسيه ولعبوا مثل المنتخب الوطني في كاس الخليج صحيح. اليوم انا اتعاقد مع على لاعبين مثل بيدرو اللي كان موجود بدايه الموسم واستغنى عنه وعوضه بالاسوا هو شادي الحماوي يعني في امور منطقيه ولا وزيدك من الشعر بيت الفريق ينافس على الجبهه الاسيويه الاتحاد الاسيوي ترى يدفع لك مبلغ حق المشاركه ولا و... س... يعني أنت كان ممكن مستغل. انك تسوي طريقه انك تسوي بالانس رواتب على الاقل المحترف ما بنقول مدرب قول المدرب انت يعني ما قدم لك اللي ممكن يشفع له انك تضحي على شونه لكن ذي اللاعب نجم عب. الفريق نجم الفريق محمد اذا ما انا علي صنقور ما انا اقول لك الحين حطوا الكابتن علي صنقور في زاويه يعني انا ما اعرف شلون بيتصرف فيها صراحه محمد تعقيب على كلام علي انا وافق علي على كل اللي قاله كل النقاط اللي ذكرها علي هي نقاط يعني جوهريه هذه الامور في اوروبا خسارتهم بالملايين مئات الملايين مئة مليون مئتين مليون خسارة أنت هنا في البحرين ما عندك هالأمور ثاني شيء موضوع أن أنت تقلل راتب لاعب محترف أو مدرب محترف خمسين بالمية هذا شيء ما حد بيقبل, بيقبل فيه محمد صحيح أنا لاعب أسترزق من ذي الشغلة أنت بتعطيني نص راتبي أنا أهد ديرتي هني ألعب تبي مني اداء 100% صح. صعب النسبه وايد فوق يعني انت على الاقل سواء 20 او 25 خلينا نفترض انت قدرت مثل ما قلت انت لا تتخلى عن مبادئك خليك على مبادئك لكن سوي شغل من 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 تحت لتحت اساس انه تخلي اللاعب على اساس انت تمشي شغلك وتقدر توصل حق الهدف اللي تبيه بنكمل على هذه النقطه حسن لان مضطرين نطلع فاصل ونواصل بعد هذه الفاصل متابعينا خلكم معانا مستمرين معاكم في الجوله 12 من دوري ناصر بن حمد والمباريات اللي راح تقام في هذه الجوله لكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا Abonso ketakab lot e it رجعنا لكم متابعينا في بي اس اكشن وبرنامج اون سبوت تحديدا في هذه الحلقه الخاصه لعوده منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز في موسمها 2019 2020 وعشرين وتحديدا الجولة 12 من الدوري اللي بتستأنف إن شاء الله بعد يومين في تاريخ سبعة ثمانية راح تكون ثلاث مباريات ومبارتين في تاريخ ثمانية 8 انطلاقا من أولى مباريات الجولة الرفاع والمنامة ما زلنا مستمرين معاكم ومع نقاط حسن ومساوي اللي قاطعنا فيها اللي اضطرارنا للفاصل حسن نقطتينك للمنامة اللي يعني أمور غريبة ضغط كبير لاحن في علامات استفهام كثيره صحيح انا اكد اكد على كلام اخوي علي انت اليوم تبتدي الموسم او تبني الموسم على ميزانيه صحيح. انت ما تقدر تجيب مدرب ولاعبين محترفين ما تعرف شنو ميزانيتك انت تتعاقد مع اللاعبين والمدرب وتخلص كل امورك الفنيه في الموسم بناء على ميزانيه اليوم ما حد في البحرين أو في الدنيا كلها ما حد كان يتوقع أن الكورونا بتوقف النشاط الرياضي في العالم كله. صحيح. يعني أنت ما كنت تعرف أن هذا الشيء بيصير فلا تعذر في موضوع كورونا. يعني هذه مو بعذر أن الواحد يقول إن أنا ما عندي ميزانية. أنت جبت المحترفين بناء على ميزانية كانت مرصودة لك بداية الموسم متعارف عنها. ثاني شيء المحترفين المنامة تقريباً ست لسبع محترفين جايب بالموسم دي. نجح في كم واحد؟ في واحد بس. انا مع احترامي حق المدافع اشوفه لاعب زين لكن ما اشوفه لاعب محترف. هو قيادي، الفريق يحتاج لاعب قائد. لكن مو بذاك المحترف الا اللي, اللي مو بنفس المحترف اللي كان انا ما يحضرني اسمه اللي كان مع المنامة في في, في السنه اللي يبو فيها كاس الملك، كان اسم المحترف اللي كان وراه؟ اسمراني كان كان محترف ممتاز مع الكوري كان يلعب برونو برونو غوستافو جوستافو غوستافو محترف على مستوى والكوري كان شكلين ثنائي قوي تياغو فوق أفرتون خلاص فريق جاهز محمد احنا دائما نقول دوري البحريني ثلاث شغلات قلبين دفاع قوي محترفين زينين على مستوى مدرب زين انت بتجيب بطوله الدوري انا اضمن لك ذي الشيء تشوفها مثال واضح في نادي الحد انا يعني هاي الشغلتين بصراحه انا مستغرب منهم من, من اداره من اداره نادي المنام انا اليوم اخوي محمد في ذي البرنامج او في اي برنامج نادي. اذا انا انتقد اي اداري في اي نادي انا ترى معظم الاداريين ما اعرفهم شخصيا انا انتقد عملهم كاداريين هم يمكن برا على المجال الرياضه هم يمكن ناجحين في اعمالهم الخاصه اللي يشتغل في بنك واللي يشتغل في شركه واللي يشتغل في مؤسسه يمكن يقول ناجح هو في شغله انسان ناجح صحيح لكن في, ال... في الوقت اللي انت تقصر فيه في المجال الاداري الواحد لازم ينتقدك حق كي. المصلحه العامه مثل ما احنا مدحناكم وقلنا عنكم في, في البطوله جبت كاس الملك الكل مدح فيكم خذيتوا حقكم في المدح في اليوم اللي انت تقصر فيه او في اخطاء في الشغل الاداري يا تقبل النقد تقبل انا اعرف اقول عقب البرنامج محمد اتصالات بتيني انت ليش قلت وليش سويت وليش تطرقت انا واجبي كمحلل الحين في ذي الحساب او في اي مكان ثاني صحيح انه اقول كلمه الحق اكيد انا كمشجع انا ولد النادي كمشجع للمنامه احس في خاطر الوضع اللي في الفريق موجود فيه صحيح في النهاية أنا لازم أقول كلمة الحكة محلل أكيد سواء هني تحسب عليك إيه تحسب عليك صحيح أنا ما أقدر أجامل محمد أنا طبيعتي قبل قبل كم من يوم كنا نتسولف في ذي الموضوع موضوع المدرب أنا برع برع ذي البرنامج تحكيت وقلت رأيي ما يصير أنا أي في ذي البرنامج اللي فيه شريحة أكبر من المتابعين أسكت فيه أو أجامل الإدارة ما يصير سواء المنامة أو أي نادي ثاني أكيد. أي نادي ثاني. فأتمنى أنهم يتقبلون الموضوع بصدر رحب. صح. ويتداركون الموقف و... ويشتغلون على الفريق، خصوصاً أنت عندك بطولة اتحاد كأس الاتحاد الآسيوي. شلون بتلعب فيها بدون محترف؟ أنا مستغرب صراحة محمد، مستغرب. امر يعني مثير للجدل وغريب ويخلق لنا علامات استفهام كثيره على هذه المساله خاصه في الاعذار والاسباب الموضوعه ما اعتقد هم انفسهم مقتنعين منها يعني هي مجرد عذر ينحط او بالفعل هذا العذر لكن ما اعتقد سبب مقنع لكن كلام كابتن حسن الموسوي اعتقد واضح هو أو أي محلل آخر أو حتى إحنا كمقدمين في النهاية دام أنت على على رأس العمل معناته أنت عرضة للانتقاد وهذا الطبيعي ليس هناك عمل كامل ولا إنسان كامل دائما هناك بعض النواقص عندما تنجح عندما تقوم بعملك على أكمل وجه تنال المدح وتنال الثناء صحيح. عندما يكون هناك تقصير عندما يكون هناك أخطاء سوء في إدارة العمل لا بد الانتقاد من أجل التطوير ومن أجل المصلحة العامة من أجل تحسين الأمور وليست للأمور الشخصية ولا انتقادا لشخصك الكريم صحيح. نحترم كل الناس اللي يعملون في الوسط الرياضي وأكيد يعني مشكورين كل من يعمل في الوسط الرياضي لان وسطنا الرياضي متعب، عمل صحيح. متطوعي صحيح. صحيح. اكيد مرهق وما في احد يشتغل ببلاش في العالم احنا يمكن في منطقتنا بس الناس تشتغل في هذه الوسط تطوعي للامانه. صحيح. صحيح. لكن دامك تعمل معناته انت عرضه للخطا، معناته عرضه للانتقاد. فتقبل ليس هناك أمور شخصية علي خلنا نسمع تصريح كابتن علي عاشور وندخل بعدها في الأمور الفنية للكابتن علي عاشور في مباراته مع المنامة قبل أن ننتقل حق المباراة الثانية بكل أمان الرفوع إلى الآن في المنافسة على التوري انا طلعت من الكاس نعم طلعت خاصه انك مواجهات مواجهات مباشره واحد 21 نقطه في الملعب الرفع بقاتل لاخر مباراه على بطوله وانا ما استبعدت الرفع من منافسه الدوري ولكن خسارتك لكاس جلاله الملك مقارنه بثلاثيه الموسم المنصرم تخليك في 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 يعني في ليفل اقل من الموسم في النهايه كابتن اسم النادي نادي الرفاع يعني ما يليق فيه الا المركز يكون الاول او الثاني او بعض. فاكيد بتشوف هذه الامور بتصير في بس نعم كان يمكن احباط لنا انه ما وصلنا نهائي كاس الملك ولكن طلعنا من عن طريق لا لا الفريق فريق, فريق قوي فريق صحيح قوي, صح وطريقنا كان وعر يعني لاقينا الاهلي, كان فريق. قمه مستواه بدايه صحيح. الموسم لقينا الشرقي من افضل الفرق هني الموسم ولاقينا المحرك آه الحد في المباراه السيمي فاينل وغير دي بين هالمباريات مشاركات منتخب مباريات صحيح. على بعض جميل يعني هو لا يزال في المنافسه و... وحسب وجهه نظره على حسب الارقام لكن اليوم عشان يستمر في المنافسه اللي هو ينظر لها من خلال الارقام هذه الموجوده شلون ممكن الرفاع يدخل مباراه المنامه في ظل خلينا نقول احنا نتكلم الحين عن المنامه في هذه الوضع لكن اليوم المنامه مع الكابتن علي صنقور قال الكابتن حسن ينافس الاهلي في الغموض فريق غامض مدرب ما حد يدري شنو الفكر اللي راح هي يدخل فيه المباراه شنو التغيير اللي ممكن يحدثه العامل النفسي ممكن ياخذ جانب ايجابي كبير على المجموعه غموض كبير يعني يمكن نوجه تحيه حق الكابتن محمد الحسيني محللنا الفني اللي متواجد مع فريق نادي الرفاع اللي وقع وياك كمحل فني يمكن كان قاعد يدرس المنام ويحللهم فنياً على, على أساس المكشر صحيح. اليوم خرج المكشر بعثر كل التحليل الفني مع غموض الكابتن علي صقور فشلون ممكن يدخل الكابتن علي عاشور وتشوف محمد اذا بنرجع حق تصريح الكابتن على عاشور فشيء طبيعي انت كمدرب راح تدافع عن حظوظك خصوصا حسابيا واحنا نتكلم لكن هي منطقيا تحتاج خدمه من بعض الفرق وتحتاج حاله استثنائيه فنيه من مجموعتك انت بحيث انك انت تاخذ ال وعشرين نقطه هذه الحاله الاستثنائيه اللي يتكلم عنها الكابتن على عاشور على اساس هو يكون ما زال منافس على اللقب اما على المستوى الفني والواقعي وليس انتقاصا من عمل كابتن علي عاشور لكن الرفاع هذا الموسم محمد مذبذب ما اعطانا مؤشر بانه هو قادر أن يستمر بالفوز لعدد معين من المباريات هشاشه على مستوى خط الوسط هشاشه على مستوى قلوب الدفاع الفريق يستقبل اهداف عن طريق كرات عرضيه موجوده بعض السلبيات لكن هل فتره خلينا نقول التوقف وما بعد الكورونا وفتره التمارين اللي اتوقع تقارب الشهر استطاع الكابتن علي عاشور انه هو يعالج هذه الاخطاء. بالاضافه الى لازم يحط باله حق عنصر رد الفعل النفسي اللي ممكن يحصل عند لاعبين نادي المنامه. يعني نادي المنامه اليوم اتوقع راح يستعيد خدمات الكابتن سعد العامر ممكن يضيف حق الفريق على مستوى الخط الهجومي خصوصا ان وضع الفريق يعني في 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 الشق الهجومي اكثر صعوبه من تنظيمه في 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 الحاله الدفاعيه، فالكابتن علي عاشور مطالب بتحفيز لاعبينه اولا ان هما يحققون ال 21 نقطه اللي هو تكلم عنهم، اولا، ثانيا يبدا البناء لمشروع اللي هو تكلم عنه محمد انك انت تنافس بفريق بحريني خالص بدون محترفين على مستوى الدوري المحلي ترى مو شيء بسيط هي مو مجرد كلمه تنقال ان انا بسويها وبنجح فيها انت صحيح. بتسويها نعم انا معاك اداره نادي الرفاع برئاسه سعاده الشيخ عبد الله بن خالد سمو الشيخ خالد بن علي عندهم الفكر وعندهم القدره انهم يطبقون ولكن هل انت بتنجح في تطبيق هاي الافكار؟ ففريق الرفاع مطالب بأن هو اليوم يبدا بمعالجه الاخطاء اللي وقع فيها في القسم الاول من الموسم واتكلم عن الاخطاء الفرديه الكثيره اللي وقعوا فيها اللاعبين مهدي باقر الرضاوي يعني اذا بنتكلم بالتفصيل هذيل الاثنين يعتبرون لاعبين اعمده على مستوى المنتخب الوطني فالمتوقع منهم على مستوى الدور المحلي المفروض يفوق اللي احنا شفناه في الجولات السابقه فانا من وجهه نظري الكابتن علي عاشور يحتاج أنه يرجع اللاعبين أولا في حالتهم الطبيعية وهو قادر كابتن علي عاشور خصوصا على مستوى الجانب النفسي هو محفز من الطراز الأول وعلى الجانب الفني يستقر على اسلوب لعب معين محمد انا ترى ما شفت استقرار على مدار الدوري لعب بالثل... بال... بال 4 2 3 1 اسلوبه المفضل لعب بال 4 3 3 لعب بال 3 5 2 لعب بال 3 4 3 هو مطالب بالاستقرار عطفا على ان اليوم عنده ادوات هزاع موجود جهه اليسار وهاي كانت مشكله تمثله لما باع راشد وما عوضه ب... بالشكل المناسب آه ويمكن افكار الكابتن علي عاشور باعتماده على البحرينيين راح تكتمل مع وصول القادمين من الصفقات في الموسم القادم نعم. لكن في الموسم الحالي يحتاج انه يبني على الموجود ويحاول انه يرجع اللاعبين في مستواهم في المقام الاول جميل أه ننتقل لمباراه الاهلي والحاله مباراه انتهت في في القسم الاول بفوز الاهلي بهدفين لهدف يعني كابتن حسن الاهلي والحاله فرق حاليا في المؤخره الاهلي 11 نقطه المركز السابع الحاله يتذيل الترتيب خمس نقاط لكن الاهلي يعني نقدر نقول فوزه في المباراه هذه نوعا ما بقربه الى فرق الوسط يبعده عن منافسه الهبوط خسارته تعادله راح تدخله في امور معقده. صحيح وضع الاهلي احسن من وضع الحاله شيء طبيعي الحاله ديل الترتيب الأهلي إذا يفوز في المباراة بيكون في المنطقة اللي يسمونها الدافئة، واضع بيكون لا هو منافس ولا هو يلعب على الهبوط آه انا شفت آه تصريح مدير الفريق قبل من يوم مدرب الاهلي تاخر في العوده وسلموا الفريق حيث مساعد المدرب وهو اللي خذ الفريق فتره ومحترفينهم بعد تاخره صحيح يعني آه هذا التاخير يمكن ياثر على نادي الاهلي احنا انا اليوم ما اعرف المدرب شلون باي طريقه بيلعب اي فكر بيلعب مثل ما قال اخوي علي الافكار مع الكابتن السعدون كانت نفس نفس الطريقه ما تغير شيء الادوات نفسها اللاعبين نفسهم يعني ما اعرف شنو اللي بيتغير في نادي الاهلي بصراحه نادي الحاله محمد يعني مكافح مك هو سنين مكافح نادي <applause> الحاله نادي الحاله سنين مكافح انا ما اعرف مجلس اداره نادي الحاله متى بتخط يعني بتحط خطه على المدى البعيد أن تشيل الفريق من ذي الازمه. الفريق صار كل موسم ينافس على الهبوط. الفريق صار كل موسم ضغط. كل مباراه عنده مباراه نهائيه. في بعض المباريات تشوفه يلعب يقدم مستوى ويخسر. في بعض المباريات هو يكون السبب ان الدوري يروح حق ثاني. صحيح. اي هم كذي هم هم سيستمهم كذي الحاله. يعني الحاله فريق يعني فريق زين، فريق مستواه زين. لكن ما اعرف ليش الاداره يعني ما تهتم في الفريق عدل. ما ما اعرف ليش ينطرون للدقيقه 90 على اساس انهم يعدلون وضع الفريق. بيصير متاخر عليك الوضع خلاص الامور الامور بتصير صعبه عليك الامور صعبه عليهم الحاله. لا. الحاله يعني انا اتوقع الحاله يعني اذا حتى اذا قدروا من خمس مباريات في الست اللي يفوزون وضعهم لحين مغامر ما تعرف اذا بيتمون ولا ما بيتمون لان الفرق الباقي عندهم مباريات. ف اشوف الاهلي اجهز من الحاله مع ان الحاله عندهم الحافز انهم يفوزون على اساس انه شوية يتنفسون يشيلون الضغط اللي علي اللي موجود عليهم. مباراة بتكون كافية ما في مستوى فني ما بيكون في مباراة بتكون مقلقة يعني ما فيها مستوى فني أشوف انا إن لحد الحين اقول لك الاهلي بيكون اقرب في المباراه اقرب للمباراه هذه أجرب. الحاله يمكن يعني كان سابقا من اكثر الانديه ايضا المصدرين للمواهب وللاعبين لكن يمكن يتفوق على نادي الشباب انه يمتلك استثمار على ما اظن يعني, 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 يعني. نادي يمتلك استثمار, يمتلك استثمار عنده استثمار. موارد ماديه لا باس فيها لكن غابت مساله تصدير المواهب يعني لو بنرجع في الـ في خلينا نقول 20 سنه الاخيره من بعد اسماعيل عبد اللطيف اللي صدره جاسم عياش راح محرك جاسم مونجح عياش ما نجح والبنايه اخر البنائي اخر البنائي المصدرين لاعب غابت هذه المواهب اللي تبرز في في نادي الحاله امر غريب. شيء طبيعي مع انه يعني يعني يمتلك اكاديميه يعني يعني شيء طبيعي محمد لما اللاعب على مستوى المراحل السنية يشوف المصير مجهول على مستوى الفريق الأول شيء طبيعي اللاعب حتى إن كان موهوب وعنده مستقبل يعرف أنه في ظل البيئة يعني اتمنى من القائمين على نادي الحاله أن لا ياخذون الموضوع بشكل شخصي وياخذون الكلام بصدر رحب وان كان المقصد من الكلام هو التطوير لاجل الكره احنا البحرينية احنا نحس بخاطرنا وضع الحاله وان وأنا كنا لك مو بحلاويين لكن بضبط لكن نعرف نادي الحاله نادي عريق ولباس و... انت تتكلم تتكلم من حرقه على صح الفريق لان صح احنا عاصرنا جيل من الموهوبين وشفنا لاعبين كثيرين وايد كان بيتهم الاول نادي الحاله صح لما صح الفريق يشوف انه يعني ناس ما قال ابو علي قاعد ينافس على الهبوط مستوى فني اذا انا باخذ الجانب الفني محمد نعم. يعني اول شيء تبدا الموسم بخساره رباعيه الخساره مو عيب في عالم كره أكيد. القدم اكيد لكن في ولا هي المقياس بس في خساره عن خساره تفرق في اخطاء داخل الملعب ممكن إن أنت ما تشوفه على مستوى خلنا نقول الفئات السنية هذه النوع من الأغلاط اللي إحنا نشوفه في فريق الحالة حتى على مستوى الأفكار اللي تطبق داخل الملعب اليوم بين القسمين أنت تنسف فريق كم لاعب نادي الحالة يا بين القسمين محمد ثمانية تقريبا ثمانية أو تسعة لاعبين غير صحيح. يعني قرابة 12 عشر لاعب إذا استوى عليهم تقرير ما قاعد أقول لك إثنا عشر لاعب بين القسمين وين خطة عملك وين استراتيجيتك كنادي انت وين تبي تروح تبي انت على الاقل وضع استراتيجية قصيرة المدى بين القسمين مع وجود الأمور اللي احنا عارفين تغير مجلس إدارة النادي وتغير 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 انت خل عندك استراتيجية مبدئية مؤقتة عشانك تستمر في الدور الممتاز جميل. وبعدين انت حاول انك تبني للمدى البعيد انا متأكد لو نرجع حق الفئات السنية والله لو تأخذون الكابتن نادر العوضي محمد متأكد انه عنده على الأقل خمسة ستة مواهب لكن اذا هذه المواهب تشوف الوضع العام في مستوى الفريق الأول محمد حتى في لاعبين مع احترامي لهم يعني يعني وضعهم اليوم لو هم في وضعهم الطبيعي ممكن يخدمونك، لكن في حالاتهم اليوم الفنيه والبدنيه احسهم ما لهم لزوم محمد في 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 صفوف نادي الحاله. على مستوى العناصر والاختيارات بعض المباريات نشوف خيارات غير منطقيه محمد. الفريق يلعب دائما بتحفظ دفاعي يعني انا من زمان ما شفت فريق يلعب 5 4 1 ويخلي لاعب الارتكاز دي الخامس الدفاع الخامس يراكض ورا البلاي ميكر الفريق يحتاج انه يتطور محمد يحتاج يتطور فنيا ذهنيا والاهم انه يحط خطه بعيده المدى علشان يوصل بعيد انا من وجهه نظري 90% نادي الحاله يعني صعب ينتشل نفسه من وضعه ويبقى في الدوري الممتاز، يعني اتوقع هو مساله من راح يرافق الحاله الى دوري دور الدرجه الثانيه. اما على مستوى فريق الاهلي تكلمت عنه وانت خليتني سبقتني اني انا اتكلم، لما انا اتكلم عن مدرب يلعب بافكار معينه. أستبدله بنفس الافكار يعني انا مجرد الادوات نفسها الافكار نفسها انا مجرد الشخص اللي موجود على الدكه تم استبداله شنو اللي تنتظر شنو اللي شنو اللي تشوفه اداره نادي الاهلي من 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 هذه التعيين في هذه الوقت خصوصا ان الكابتن ما راح يكون كابتن كمال ما راح يكون عنده القدره انه يجلب الادوات اللي هو ممكن يعول عليها فيما تبقى من الموسم لاعبين متذبذبين مع احترامي حق جاسم الشيخ انت لاعب منتخب انت ركيزه من ركائز المنتخب اه انا عارف انه ممكن التشبع بالمباريات يخليك نوعا ما يصيدك دروب في مباراه مبارتين انا من عودته من من بطوله كاس الخليج انا ما اشوف جاسم الشيخ في وضعه الطبيعي اه بنتكلم حتى على مستوى قلت لك الانتدابات من بعد مهدي حميدان الفريق طبعا حكايه مع مهدي والفريق حكايه اخرى بدون مهدي صحيح تعويض صحيح. اليه التعويض محمد باللاعبين اللي قلناهم اللاعب محترف الفرنسي فرانك واللاعب الحسن البري وعدم قدرته بانه يتاقلم او انه يطبق الافكار ولكن ما قدر انه يملا هالفراغ ونرجع نقول النادي الاهلي يعني مو بس ولاد يعني النادي الاهلي قصه يعني اذا بنتكلم عن المحرق لازم بنقول الاهلي في مساله الفئات السنيه تفريخ اللاعبين وين عيال النادي؟ وينهم؟ صحيح مهدي باقر راح النجمه <applause> اللاعبين واللاعبين تهجر يطلعون من النادي واضطر بعدين انا اروح اجيب لاعبين من برا يرهقون ميزانيتي زين ليش؟ ليش ما انا ما استثمر في ابناء النادي؟ مو بس نادي الاهلي محمد جميع الانديه جميع الانديه ليش ما انا اقعد ويكون عندي لجنه فنيه خاصه بتقييم اللاعبين بحيث انا احدد ذي اللاعب انا لازم اوديه فريق الاول عقب سنتين لازم يكون عندك واحد ذو نظره فنيه ذو نظره بعيده المدى عنده ادراك واحساس اللاعب بامكانه انه يستكشف المواهب اشوف اقول هذيل الثلاثه الاربعه مثلا من فئه الشباب ودهم خلهم يحتكون موسم موسمين باجني ثمارهم بعدين مو اخليه يوصل الفريق الاول وفي ناس انا ما اقدر اشيلهم واخليه يطلع ويروح بعد في بعض الانديه محمد يطلع اعاره عشان اذا في منه رجع يرجعه وفي بعض الانديه يقطع من الكشف ال 25 لاعب واذ به بعد موسمين نجم في نادي ثاني انزل ليش؟ ليش نوصل حق ذي علي يعني انا ما بي نطلع في, المح في محور اخر لكن آه هذه حال انديتنا العمل دائما مع الفريق الاول يعني وكان, وكأن البناء من فوق الاهم الاساس وال محمد وال 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 والاساس اللي تكلم عنه الفئات السنيه العمل معاهم باجتهادات شخصيه صحيح اجتهادات شخصيه بحته في اغلب الانديه صحيح اذا ما كانت كلها يعني أنت اليوم اللي يوصل يعني يوصل باجتهادات بعض المدربين بعض الأشخاص اللي قاعدين يحاولون لكن هل هناك خطة لهذه الفئة العمرية اللي هي تبني لك الأساس اللي تستند عليه؟ وتبني عليه خطتك لفريق الاول سواء كنت من الانديه اللي تفرخ لاعبين وتصدر او من الانديه المنافسه اللي حتى لو تستقطب لاعبين بتستقطب فقط النواقص اللي ما راح تقدر يعني تغطيها بالضبط من, بالضبط من منتجاتها من, من نفسها اللي موجودين من عيال النادي صحيح ولكن عطفا على المنافس الاهلي وضعه افضل بمراحل من نادي الحاله نتمنى نادي الحاله ينتشل نفسه من اللي هو فيه ويكون ند للفرق فيما تبقى من الموسم واذا كانت له حظوظ بالبقاء ليش لا لكن يحتاج انه يعمل عمل جبار محمد الفتره القادمه اكيد ننتقل لمباراه النجمه والشباب يعني كابتن حسن النجمه مدرب جديد هو مش جديد لكن يعني مو غريب على النادي لكن في الفترة الحالية أعتقد فتح العبيدي كانت عنده أفكار مختلفة نوعا ما عن الليل. المدربين حاول يطبقها مع فريق نادي النجمة على الأدوات اللي موجودة اليوم يستلم الدفع كابتن خالد الحربان مع الطاقم الفني اللي رافقه طارق إبراهيم وكابتن طلال مشعان على مستوى الإعداد البدني في المقابل فريق الشباب مستمر مع كابتن حسين علي بيلي ومع كابتن محمد سلمان يعني شلون تشوف حظوظ الفريقين في هذه اللقاء بمنيرة شوف إذا في استقرار إداري بيكون في استقرار فني الاستقرار الاداري ينعكس على الاستقرار الفني اذا انت عندك مشاكل اداريه لا تتوقع الفريق ينافس على شيء صعب اليوم نادي النجم عنده مشاكل اداريه ويعني للاسف طلعت في, في, الراي العام بشكل يعني كبير هو المفروض انه يكون شان داخلي بين يحتويها يحتويها بس طلع الموضوع يعني خذ اكبر من حجمه اليوم الكابتن خالد الحربون باللاعبين اللي عنده هو بيشتغل اكثر شيء على الجانب النفسي الجانب النفسي هو انت بعض الاحيان محمد في لاعبين امكانياتهم انا ما اتكلم عن فريق النجم انا اتكلم عامه في بعض اللاعبين امكانياتهم اقل لكن انت شلون تخليه يعوض الشيء في الملعب تروح على الجانب النفسي فيه تعطيه ثقة تحسس انه هو احسن لاعب في في الدوري وهو هو يعرف من داخله انه هو مو باحسن لاعب بس هو يدش على اساس انه هو احسن لاعب في الدوري يعطيه كل اللي عنده في الملعب صحيح. يعوض الجوده يعوض الامكانيات المهاره كل شيء توقع ان الكابتن خالد بيلعب على الجانب النفسي الناجم عنده غيابات عنده لاعبين يلعبون في غير مراكزهم وهذا شيء بياثر عليهم شيء طبيعي اتوقع هم هم مسجلين 17 جول لحد اليوم 17 هدف يعني هو نسبه مو يعني سيئه لكن في مشكله عند الكابتن انه ما عنده دكه بدلاء اذا الفريق في المباراه يحتاج تغيير خطه يحتاج إنه ان انت تغير في شيء ما في دكه يواجه في تحدي فيه إيه؟ يعني ما عندها تداكت ساعدة على هذي شيء. بالنسبة حق فريق الشباب أنا أمانة أنا من, من الأشخاص أوه. اللي أحب أشوف فريق الشباب يلعب. حتى يوم كنت أنا ألعب هما كانوا يسببون مش مشاكل وايد. لاعبين صغار وعيال النادي يحطون كل اللي عندهم في الملعب. المشكلة إن الكابتن علي يتكلم في الموضوع ما عندهم محترفين يكملون. اللاعبين ذلين يقودونهم في الملعب اللاعبين يتشون بحماس لاعب الشباب بيعطي يعطي كل شيء عنده تشوفه في نص ساعه يعطي كل اللي عنده زين المباراه 90 دقيقه لازم تكون في قياده في الملعب انا سعيد جدا ان مجلس اداره نادي الشباب اختارت الكابتن حسين علي بيلي انه هو ياخذ الفريق مع المساعد محمد سلمان خطوه ايجابيه والكابتن حسين يعني كفاءة وطنية أنا أشوفه جيد كمدرب يحتاج وقت بس هو جيد يعني تشوف في في لمسات عنده لكن ما عنده ما عنده الأدوات إنه هو يحافظ على الفريق المباراة يعني الشباب هو لازم يقاتل على المباراة الشباب لازم يقاتل الفرق المؤخرة هي لازم تقاتل على المباراة خلاص أنت ما عندكم شيء تخسرونه أتوقع أن بحكم ان النجمه غير مدرب اموره الفنيه شوي بتكون صعبه توقع الشباب اقرب في المباراه بنسبه بسيطه الشباب يكون اقرب في ذي المباراه و... شوف حد. كابتن علي هو شوف الحين شوف انا يعني ب... ب... بقتبس من كلام كابتن حسن يعني هو ضرب المثال في البدايه على الاستقرار الاداري ينعكس على الاستقرار الفني ينعكس على اداء الفريق وهذه ما لا يمتلكه النجمة حاليا بحكم مجلس إدارة جديد جهاز فني جديد بعض الأمور اللي صارت الاختلافات اللي صارت بين اللي طلعت خلينا نقول القضايا اللي طلعت في الراي العام لكن يبقى مجلس الاداره الجديد مو غريب على النادي صحيح. يعني رئيس الجهاز كابتن رائد بابا من من الناس القريبين جدا من النادي كان متواجد مع الفريق في في فترات سابقه وتعاقب على مجلس الاداره من في السابق فقريب من النادي قريب من اللاعبين ايضا اللي متواجدين في 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 مجلس الاداره سواء رئيس النادي شيخ عبد الرحمن او اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين فهد بشعر فهد المله كلهم مو غريبين على النادي ابناء النادي وموجودين وقريبين حتى وهم برا مجلس الاداره كابتن خالد الحرمان كذلك بغض النظر عن الخلافات اللي كانت موجوده او الامور اللي طلعت في الراي العام عطفا على كلام كابتن حسن الاستقرار الاداري موجود عند نادي الشباب. الاستقرار الفني نسبيا نقول موجود لانه من بدايه الموسم مستمر. فهل هذه راح يعطي افضليه للنجمه خاصه نحن نتكلم النجمه فوزه راح يعطي 18 نقطه بيكون قريب من الخامس. او في المركز الخامس ما يقرب اكثر للهدف الموضوع انه ما يكونون في نهايه الدوري في التوب فور حسب ما سمعت بالاضافه للشباب اللي يعني في المركز التاسع بسبع نقاط شوف نفس ما قال بعلي الشباب احوج المباراة من نادي النجمه في الوضع الحالي في ظل ل... خلينا نقول سلم الترتيب مسألة الاستقرار أنا تكلمت فيها حتى قبل ما قال علي وآثني على كلامه بأن استقرار الإداري وتوافق الأفكار على المستوى الإداري مع الجهاز الفني هو مفتاح النجاح حتى الاستقرار الإداري لما يكون موجود لكن في تضارب مع الجهاز الفني راح يولد لك مشاكل محمد أكيد هاي بالنسبة حق الجانب الاستقرار بالنسبه حق نادي النجمه انا اثنيت على خطوه التعاقد مع الكابتن خالد الحرمان ايا كانت الظروف المحيطه بعمليه خروج احنا ما نعرف هي اقاله ام استقاله بالنسبه حق الجهاز الفني والاداري والطاقم باكمله اللي موجود المسؤوليه مضاعفه اليوم على الكابتن خالد حربون في المرحله القادمه انه ينتشر الفريق من الحاله الذهنيه اكثر منها من الحاله الفنيه الكابتن فتح العبادي من وجهة نظري وممكن الناس تختلف معي أنا أشوفه من المدربين اللي يمتلك أفكار جيدة داخل الملعب لو, لو حصل على أدوات ولا تقليلا من قيمة اللاعبين اللي موجودين اليوم وفي بعض المباريات حتى الظروف عاكسته يعني كان عنده اصابات كثيره يعني حتى موسم المنصرم كان عدد اصابات كبير عنده في المجموعه يمكن إلى زاد البشر مثل ما ذكر حسن يعني الدكه ايه تكون صعبه يعني اصابه واحده سبب له مشكله ما يمتلك اسمع. عدد كافي من اللاعبين اللي يسمح لك حق انك تنافس على بطوله فيها نفس محمد بطولات الكؤوس نظامها غير عن بطولات النفس بطولات الدوري اللي فيها يحتاج ثبات استمراريه تركيز عدم تشبع من الفوز، عقليه الفوز اللي بتخليك تفوز لما انت مو بزين فنيا، كل هالامور تحتاجها صحيح. على مستوى منافسه الدوري. الكابتن خالد الحربان اليوم احنا ما نعرف هل هو راح يستمر على نفس النهج اللي كان يلعب فيه الكابتن فتحي العبيدي او لا؟ بنشوف افكار كابتن خالد الحربان اللي حقق معاه كاس جلاله الملك. آه، انا من وجهه نظري اتوقع الكابتن خالد راح يلعب بشخصيته. شلون آه المرونه التكتيكيه اليوم الموجوده عند الادوات محمد ومدى جاهزيتها ان هي تطبق افكار كابتن خالد على ارضيه الملعب هل هي موجوده المفروض عناصر الخبره تقدر صحيح على الجانب الاخر نادي الشباب من الانديه اللي تحب تشتغل بصمت محمد أه تحب انها هي تعمل في الخفاء وتخلي اثار عملها تظهر للعيان يعني وضع نادي الشباب اليوم بتواجده في المركز التاسع يذكرني بالموسم اللي فات لما انتشل نفسه في اللحظات الاخيره محمد دائما ما نادي الشباب لما يستشعر الخطر ابناء النادي تطلع لكن خلني على ذي النقطة علي يعني لو رجعنا حق الموسم اللي فات ال الاستقطابات اللي سواها في الانتقالات طبعاً الشتوية عملت فارق كبير ارنست وبرنس عملت فارق كبير سوت يعني طفرة عندنا نادي الشباب في القسم الثاني فانتشر روحه من المأخرة اليوم ما عنده هذا الجزئية بس انا, أنا, أنا اقيسها لك بناء على منافسينك وليس تقليلا من قيمة المنافسين العام كانت حظوظه جدا صعبه بين القسمين ما قبل انتداب ارنست وبرنس اليوم انا وجهه نظري لما اقول لبسيتين الشباب نوعا ما يمكن حتى الحالة 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 اموره منتهية نعم. فانت هو وضعه افضل من لبسيتين لان انا اقيسها لك لما انت تشوف الوضع في داخل اسوار نادي لبسيتين لا يختلف عن الوضع في نادي النجمة ترى وانت عارف الوضع وانت قريب من وسط الرياضي فنرجع حق مسألة الاستقرار مسألة الاستقرار في نادي الشباب اليوم موجودة أكثر من اللي ينافسون على الهبوط، فمن كذي انا ارجح كفه نادي الشباب انه هو يبقى في الدوري الممتاز ولا ممكن انه في المباراه هذه تحديدا في هذه المباراه هو, هو حظوظه نسبيا اعلى اعلى بحكم الزوبعات المتتاليه اللي كانت قاعده تمر على فريق نادي النجمه والتحديات والضغوطات اللي اليوم صاروا فيها اللاعبين على اساس ان يرجعون وينافسون او نفس ما قلت انه يقربون من, من 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 مركزهم في سلم الترتيب بينما نادي الشباب اوريدي يلعب بضغط الهبوط اللي هو معتاد عليه محمد وهو بينه وبين لبسيتين خطوه بسيطه محمد فاتوقع نادي الشباب راح يلعب في حق كل المو... ولا تنسى ترى الدور الاول هو فاز على النجمه ترى صحيح ايه لا تنسى صحيح الدور الاول هو فاز على النجمه فلا تستبعد انه هو يكرر هالشيء ولا ممكن ان احنا نستبعد النجمه ممكن يفوز لكن كلها بناء على معطيات الكابتن خالد الحربان وافكاره ولاعبينه راح يطبقها على راح. خصوصا احنا ما شفنا النجمه مع الكابتن خالد الحربان من هاي اللي يخلينا نوعا ما ارجح كفه نادي الشباب نسبيا على نادي النجم جميل ننتقل الى لبسيتين اللي هو قريب من الشباب لبسيتين والشرقي مباراه انتهت مباراه الذهاب 2-1 للرفاع الشرقي يعني الشرقي اصبح منافس قريب ثمان نقاط تفصله عن المتصدر، اليوم الشرقي اذا يطلع ب 21 نقطة بفوزه بالسبع جولات القادمة مع تعثر الفرق، ممكن ايضا يكون بطل دوري، اعتقد ما كانت ما كان الطموح في بداية الموسم لكن الحين ارتفع سقف الطموح. عند الفريق وعند جماهير ومحبين نادي الرفاع الشرقي اللي راح يدخل في المباراة مع البسيتين اللي هو أقرب إلى فرق الهبوط أو متذيلي الترتيب قريب منهم منافسته أقرب إلى إلى المراكز المتأخرة شلون راح تكون هذه هذه المباراة محمد نادي الرفاع الشرقي أثبت الكلام اللي أنا قلت لك إياه قبل شوي دورينا يحتاج يحتاج مدرب زين يحتاج دفاع خط دفاع تماسك احتاج محترفين زيني من عقب كاس الخليج الرفاع اشتغل على ذي الموضوع شرقي وصار صار له يعني قفرة قويه في الدوري القلوب عبد الله هزاع محمد الدعي متفاهمين متماسكين حتى لو عندهم عبدالله وليث يعني الخط متماسك كخط دفاع عندهم المحترفين على مستوى عالي بصراحه صحيح التون واحد من افضل المحترفين لويس ايضا محترف ممتاز عندهم انا اتوقع ان ما عندهم افضل مهاجمين محليين في الدوري موجودين في نادي الرفاع الشرقي صحيح اللي هم سوامي الحسيني محمد الرماحي محمد الرميحي بالاضافه الى لكن للاسف راح يغيبون عن هذه اللقاء للاصابه هاي المشكله اللي بيواجهها الكابتن مريان ان الخط الهجومي عنده مشكله في ذي المباراه انا ما اعرف هو ايش بيساوي بالضبط عنده فيصل بده هو يمكن يخليه يلعب المهاجمين يجيب بكر هو يخليه يلعب كراس حربه ما اعرف بالضبط شنو بس هو الكابتن مريان بيكون في مشكله هجوميه في ذي المباراه. في نقطه محمد انا باثني عليها اول شيء افني على الشغل اللي داره في نادي الرفاع الشرقي شغلهم ممتاز يعني مبين على الفريق من سنتين أو ثلاث سنوات يشتغلون شغل اداري صح هو يعني اثر على الفريق بشكل ايجابي ثاني شيء وجود حامد الدوسري في حراسه المرمى عطى الفريق شوي امان انت اذا عندك حارس عملاق وراك انا كمدافع يمكن تلعب إذا عندي حارس وراي أ... أثق فيه أنا أكون مرتاح كمدافع. أنا ما أحط إيدي على قلبي في كل هجمة إن... إيه؟ الناس. لازم أعطي فيها 100% إي إيه؟ أعطي فيها 100% في أنا أغلط في في حارس وراي هو يشيلني. صحيح. هو الكرة كذي يعني كل واحد يشيل الثاني صح. موضوع أن أنت حارس عندك عملاق كحمد الدوسري هو يعني استقطاب كان ممتاز للشاركة سوى فرق كبير. صحيح. بالنسبة للبسيتين بدأوا بداية جيد، والكل قال أن ذي الفريق الموسم ذي بيصير حصان الأسود في الدوري، أنا في اعتقادي ال 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 الوقفة اللي صارت في الدوري أثرت عليهم، كثرة الوقفات في الدوري أثرت على الفريق، أنت إذا تكون رايح خط تصعدي يوقف الدوري بتوقف، صح ترجع فوق يوقف الدوري، صادهم دروب. صادم الجراب موضوع ان الكابتن عبد المنعم ان شاء الله صح في امور صارت بينهم يعني داخليه في النادي اثرت صح. على الفريق اليوم في مباراتهم الجاية عندهم مشكلتين نادي لبسيتين مشكلتين بيسوون لهم يعني ارق حق المدرب اول شيء قلوب الدفاع اثنيناتهم مو موجودين اللي هو المحترف ابراهيم صح. العبيدلي صحيح ومع عناصر مهمه في الفريق صح. شلون الكابتن بيعوض ذي الموضوع وعندهم قانون الواحد 21 لاعب هم الاقل فريق طبق ذي الشيء يعني هم المفروض يلعبون هم على ما اعتقد علي عندهم وعشر دقائق المفروض يغطونها هذه بعد مشكله حق انا مو مو كابتن نواف المالكي يقول يعني هم حاطين الحسبه انهم ممكن يغطونها في السبع جولات شوف محمد موست صغارا في اللاعبين اللي اقل من 21 سنه لكن انت في ذي المباراه تحتاج انصار الخبره تحتاج لاعبين خبره يشيلونك في الملعب ويعرفون شلون يطلع ياخذون المباراه اللاعبين ذلين يمكن يعطونك لكن انت لحين مو متاكد منهم انه هل بيفيدونك في المباراه او لا فهذه مشكلتين حق نادي البسيتين اتوقع انه بيأثرون, بياثرون على الفريق في المباراه بشكل عام وانا اشوف الرفاع الشارقي بتم على الرتم التصاعدي وهو هو الاقرب انه ياخذ المباراه من البسيتين هذا اعتقادي انا مشاكل البسيتين اكبر من مشاكل الرفاع الشارقي بمراحل محمد بمراحل يعني اول شيء مساله الدقائق محمد نفس ما قال ابو علي معناتها ان هذا بيكون على حساب لاعبين خبره ممكن يكون على حساب لاعبين المحترفين الوضع اللي راح ينحطون فيه من ضغط اللاعبين في الفتره القادمه والنهمة من الفرق المعرضه للهبوط آه المدرب الجديد محمد ما شفناه ما نعرف شنو هي افكاره ما نعرف شنو هو اسلوبه ما نعرف شلون بيلعب هل هو متوافق او يتضارب مع افكار الكابتن مع عبد المنعم الدخيل الادوات تقدر تطبق افكار المدرب الجديد محمد الاستقرار من ناحية العناصر اللي ما شفناه على مدار الموسم حتى بتواجد الكابتن عبد المنعم الدخيل كثرة التغيير في التشكيل عدم الاستقرار هاي كلها أمور راح تلغي بظلالها مع كثر الوقفات اللي صارت أكيد بتلغي بظلالها في الفترة القادمة مع الفريق رفع الشرقي يمكن وضعه صعب بعدم تواجد مهاجم لكن ممكن أنه يلعب بأسلوب بحيث انه هو يبتدي يعتمد على اللاعبين اللي موجودين في خط الوسط خصوصا ان شخصيتهم محمد فيها من الامكانيه انهم يسجلون يعني انت تعرف لاعبين خط الوسط بعضهم يكون صانع لعب بعضهم هداف يعني صحيح. بكر حتى استخدمه المدرب في بعض المباريات كمهاجم ممكن يستخدمه وينزل فيصل وراه ويلعب آآ آآ للا للا المحترفين اللي موجودين لويس وفليبي لاعبهم لويس ممكن عنده حلول ممكن انه هو يطبق حتى ترى الرماحي مو مستحيل انه يلحق بركب اللاعبين في هذه المباراه ترى الرميحي ما زالت الشكوك موجوده انه قد وقد لا يعود لكن بوجه عام هي مشاكل اقل الاهم الاستقرار الموجود على المستوى القالب الفني والتكتيكي محمد خط الدفاع هناك تغيير على المستوى الفني خروج مساعد مدرب المساعد للكابتن مريان عبد الله الدوسري عبدالله تم الدوسري الاستغناء عنه وتعاقد مع الكابتن خالد الدوسري يعني من وجهه نظري ولا يهونون اللي موجودين الكابتن خالد الدوسري فهو خير خلف لخير سلف ولا هو بغريب على أسوار نادي الرفاع صحيح. أكثر من خمس مواسم وهو متواجد كمساعد مدرب مع الفريق في الفترة الماضية. فهو مو بجديد هو القديم الجديد ناس ما يقولون صحيح. فهو عارف اللاعبين وهو ليس ببعيد عن عن الكره المحليه وكابتن صحيح. خالد مبتعد عن الكره من قبل تسع عشر مواسم بس فهو كان متواجد حتى متواجد على فئه على الشباب مستوى فئه الشباب فهو ملم وعارف الامور كلها ولا اتوقع انه بتكون نقطه سلبيه بالنسبه حق نادي الرفاع الشرقي اللي هو من وجهه نظري بيكون اقرب نتمنى ان الشرقي يستمر احنا عيب عيب الشرقي واتوقع انت ولد الشرقي وتت اتفق وياي انا مالي شغل في الشركة <applause> انت اليوم مالك شغل في الشركة <applause> من موقعي الحين مالي شغل من موقعك المحايد نعم. لكنك بكونك احد ابناء نادر الرفاع الشرقي الشرقي مشكلته التذبذب ممكن ييك طفره في موسم ممكن يصير دروب يعني انك تكون ثاني موسم ثاني الدوري في موسم ومنافس على مسابقه كاس الملك الموسم اللي عقبه تنزل درجه ثانيه مع نفس المدرب مع نفس المجموعه من اللاعبين شيء يبحث على يبعث على التساؤل صحيح، صحيح. فالشرقي من الفرق الغامضه لكن لما يكون في وضعه الطبيعي حتى من ناحيه الاداء ترى الشرقي السنه ممتع صحيح. يعني هد عنك النتائج ترى صحيح. لما انت تكون يعني متواجد في مباراة الرفاع تشوف كره قدم جميله اللي كان يقدمها لنا الرفاع في الموسم اللي فات اللامركزية بين ثلاثي خط الوسط الـ الـ الإنطلاقات على مستوى الأظهرة العمل الجبار على مستوى خط الوسط والبناء والتدرج كل اللي تتمنى تشوفه في كرة القدم اليوم ممكن إنك تشوفه في مباراة الرفاع الشرقي إذا في يوم صحيح فالشرقي وضعه بمراحل أفضل من لبسيتين في الفترة هذه جميل ننتقل إلى مباراة القمة، المباراة يعني آخر مباراة عندنا في هذه الجولة، الجولة 12 مباراة القمة تعتبر لأن يعني هذه المباراة ربما كثير من من الناس المتابعين لكرة القدم البحرينية يعتقدون حسب ما ما يجول في الشارع الرياضي أن هذه المباراة نتيجتها راح تحدد بطل الدوري. المحرق والحد اليوم فارق نقطتين بصدارة الحد مباراة الدور الأول الحد فاز على المحرق بالنتيجة أربعة واحد لو بناخذها بالإحصائيات آخر عشر مواجهات بين الفريقين في مسابقة الدوري فقط الحد تفوق في ست مباريات مقابل ثلاث للمحرق وتعادل وحيد يعني كل الأمور هني تقول مع الاستقرار في, في هذا الموسم تحديداً كل الامور تقول ان الحد يعني كفته ترجح في في هذا اللقاء لكن في النهايه هو راح يواجه المحرق والمحرق فريق هو الرقم الصعب دائما والرقم الثابت في دورينا المحلي. صحيح محمد هاي مباراه القمه لكن توقيتها غلط. صراحه يعني انا انا ما تمنيت تي عقب الوقفه مالت الكورونا لكن ملتزمين مع الجدول ولازم يعني نكون مع الجدول، صحيح. انا اتوقع اي نتيجه غير الخساره حق فريق الحد نتيجه ايجابيه، حتى اذا طلع بالتعادل. انت اليوم كفريق كفريق الحد يمكن ما يطالبونك بالمستوى كثر ما يطالبونك بالنتيجه تجيب المباراه. صحيح. أنا يمكن ما أتفق مع اللي اللي يقولون أن هذه المباراة بتحدد البطل، لا ما بتحدد. هي بتراويك ملامح البطل مين. لكن ما بت ما بت ما بتقول لك مين بيكون البطل، حتى لو الحد فاز. أنت عندك ست مباريات. ومحرق يعني دائما معروف أنه يقاتل لنهاية الدوري. ما يستسلم، ما يعطيك الدوري سهل كذي، ما يعطيك. أي نتيجة غير الخسارة مكسب حق فريق الحد. لكن في اعتقادي انا المباراه هذه مفصليه حق المحرك، المحرق لازم يفوز فيها، ليش؟ لانه هو اذا خذت صدارة بيخلي الحد تحت ضغط. اذا هو خلى فارق النقطتين او توسع الفارق صار خمس نقاط الضغط كله بتصير عليه هو كفريق. ثاني شيء هو يفتقد عامل الجمهور اللي يساعده في معظم المباريات، ساعات تشوف المحرك مو زين جمهوره هو اللي راجع في المباراه. وياخذ المباراه ما ما تدري شلون صار مجرد شغله شغلتين في المدرجات المباراه راحت حق راح. محرك ما تدري صار هم بيفتقدون ذي الشيء في نقطه مهمه محمد انه هاي المباراة بتكون مباراة مدربين. المدرب الاذكى اللي عارف شلون ياخذ المباراة بغض النظر على الاسماء اللي اللي يعرف شلون يقرا المباراه وياخذها هو اللي بيفوز. وانا اتوقع اللي جاهز بدنيا اعيد واكرر بدنيا هو اللي هو اللي بيكون اقرب. محمد في نقطه انا تذكرته قبل ثلاث اربع ايام كنت اظارع مباراه ارسنال وتشيلسي في نهائي الافيك اب. المعلق كان يقول الله يعين اللاعبين على اجواء لندن الحاره. ما يا عندنا اي مستغرق <applause> انا استغرقت <applause> ما آه إيه جرب اجواء البحر استغرقت محمد في اليوم اللي تكلم فيه المعلق في يوم المباراه الرطوبه نسبه الرطوبه كانت عندنا 72% تخيل اللاعب بدش مباراه بيلعب في ذي الجو الحار مباراه قمه بتحدد مصير الدوري يعني المدرب لازم يحط في باله ان ذي اللاعب ما بيقدر يعطي 100% صحيح حتى اللاعبين اول ما رجعوا لازم المدرب يشتغل على الجانب البدني على اساس انه يرجع النسم شوي. صحيح. ف ترى ما بيساعد. اكيد وراح يكون عامل على الطرفين. على الطرفين لا. على كل الانديه يعني انا لا تتوقعون مباراه بتكون فنيا جدا عاليه. ما بتكون فنيا عاليه. الفريقين يبون النقاط يبون المباراه انا صحيح. ابي افوز. صحيح. انا اليوم اذا لعبت زين محمد الخساب في فيتني في صحيح انا دائما انا كشخص دائما مع الاداء الحلو الممتع لكن مع نتيجه نتيجه اي مو بدون نتيجه صحيح انا اتوقع توقعي الحد اذا اخذ الفوز او التعادل بنسبه كبيره هو بياخذ البطوله ليش؟ لانه انا في بدايه الحلقه ذكرت لك الشيء الحد مستواه ثابت فمعناته صعب انه يتعثر جدا صعب وبنسبه بنسبه بسيطه مباريات الحد اقل يعني اسهل من مباراه المحرك الباقيه صحيح الست مباريات طريق الحد نسبيا أقل, اقل صعوبه من المحرك المحرك عليه يفوز وعليه يتم مراكز كل المباريات على اساس انه يكون بطل واحنا على موعد بعد ان شاء الله في مباراه قمه في نهائي هذه جلاله الملك بين هم الاجهز هم الافضل أتمنى نتمنى نتمنى نشوف مباراة فنية جيدة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى بس أم... يعني انا ما اعتقد ان الشيء بيصير بحكم الظروف الوقت اكيد القت بظلالها على على الامور البدنية أه لكن في النهاية هي ظروف راح تعيق بتحيط... الفريقين. الفريقين علي اليوم بكيتا مدرب العالمي اللي ما اقنع الشارع الرياضي البحريني ولا جماهير المحرق في مواجهة محمد الشملان بوتركي الخبير بالكرة البحرينية لكن آه يعني آه لا زال آه يصارع ل آه عمل بصمه اكبر من البصمة اللي تركها. وشوف بمنيره باكيته على قد ما هو كان مثير للجدل على مستوى الاختيارات على مستوى الترنوفر من وجهة نظري في بعض الأحيان كان مبالغ فيه أيضا وقع في مشكلة الإصابات على مستوى خط الدفاع لا ولا ولا نغفل هذه النقطة وكانت عامل مؤثر في أن الفريق يستقبل عدد كبير من الأهداف أمين بن عدي اللي تم استقطابه ما لعب يمكن اللمبارتين إذا ما ظني ما صحيح. لعب شيء مع الفريق صحيح. يمكن الوقفة بتكون إيجابية حق فريق المحرك بدرجة ما صفوفة اكتملت أتوقع مصابين رجع اي محمد الكابتن ادار الفريق اخونا نمسي عليه بالخير ابو فهد تكلم في مع اخونا ابو مشعل في في حسابه في في اللايف قال ان المحرك جاهز واتوقع هذه اهم نقطه ممكن يعول عليها المحرك تواجد التشكيله كلها اليوم احنّا بنشوف باكيتا واختيارات باكيتا، هل راح تكون منطقية بناءً على الأفضل للمرحلة القادمة، ولا راح يستمر في التجريب والتغيير في الأساليب ومن ناحية العناصر، خصوصًا على مستوى خط الدفاع محمد، يعني يوم نشوف البناي، يوم نشوف حسين جميل، على مستوى القلوب يمكن اللي ثابت بس وليد الحيّام، مرة تشوف حمزة الجبان يرجع أيمن بن عدي، ساعات نشوف أحمد جمعة على الجهة اليسار، ساعات نشوف الكرّاني، جمال راشد في فترة شفناه مع ما قبل التوقف، قبل التوقف جمال مو موجود، ففي امور كثيره مو واضحه بالنسبه على لبكيته، يمكن الحين عوده الفريق بشكل كامل راح تساعدنا ان احنا نشوف هل هو هي نتاج افكاره او هي الظروف اللي كان يمر فيها من عدم جاهزيه تحتم من عليه طريقه اللعب علي, على الجانب الاخر الكابتن محمد الشملان محمد، الكابتن محمد الشملان انا اسميه المدرب الواقعي دائما ما يتعامل بواقعيه مع الظروف خلى فريق الحد اليوم اللي في شهر سبعة العام لما تم التعاقد معه يقول ان انا مو مطالب ببطوله اليوم سقف الطموحات ارتفع بينافس على جبهتين وهو الاقرب للفوز بمنافسه الدوري أؤكد ان اللي بفوز في دي المباراة مو معنى تخلصت المنافسة باقي 18 نقطة في الميدان بدون هذه المباراة خمسة نقطة لازم اللي بيبي يتوج بطل يفوز فيها أه الحد مستقر اكثر عارف شنو يبي مع ان اصابه راشد ايقاف راشد الحوت راح ياثر على شكل الفريق في الشقين الدفاعي والهجومي بشكل كبير محمد وعمليه التعويض راح تكون صعبه لكن انا متاكد ان بتواجد الكابتن محمد شملان راح يوجد الحلول ممكن يرجع احمد ميرزا ظهير ممكن السيد وابو غمار ويطلع طلال الشروقي اللاعب الصاعد هو قادر على ايجاد الحلول صار. نسبيا اكيد المحرق ضد اي فريق في اي وضع هو الاقرب لانه يلعب بشخصيه البطل صحيح. لكن الحد ما راح يكون لغمه سائغه مع الكابتن محمد الشملون وارجع اقول عامل بدني جدا مؤثر مو بس في ذي المباراه محمد ليش بقولك في المراحل القادمه كلها في بقى في, في, بقى في بقى. المنافسات على المستوى الاوروبي الهاي ليفل كنا نشوف في اول اسبوعين بالثلاث تبديلات في فريق واحد اصابات بسبب ضغط المباريات صحيح هل احنا بنشوف اليوم لاعبينا المحليين يتحملون يتحملون اللي قاعد اللي بيصير في هالشهر صحيح هذا هو سؤالي الاكبر صحيح اكيد يعني اعتقد احنا غطينا كل جوانب الجوله 12 اللي راح تقام تاريخ 7 8 8 8 بعد يومين للجوله 12 من دوري ناصر بن حمد بعد استئناف الدوري من بعد الوقفه الطويله هذه قرابه الست شهور لجائحه كورونا شاكر لك علي تواجدك اليوم في هذه الحلقه حبيبي تسلم واضافه كبيره كابتن حسن سعيد سعيد انا كابتن محمد بوجودي وان شاء الله قدمت الاضافه اكيد اللي اللي استفاد منها المتابع اكيد انك اضافه لاي برنامج تواجد فيه متابعينا متابعين, متابعين بي اس اكشن وحلقه اون سبوت لنا خبر لكم ما راح أقول الحين راح اقوله ان شاء الله راح ينزل اعلان في الحساب راح نشوف أه شلون ممكن نقدم الافضل من خلال اون سبوت لمتابعين اس اكشن وصلنا معاكم لختام هذه الحلقه لنا لقاءات باذن الله في حلقات قادمه أه ان شاء الله، ايش هذه الحلقات ايش ممكن نوقف؟ هذه راح نحددها في الاعلان ان شاء الله ونتواصل معاكم، ان شاء الله انكم استمتعتوا في هذه الحلقه وفي حواراتها وفي كل ما تطرقنا له من خلال أه محاور هذه الحلقه، حتى نلقاكم في حلقات قادمه تصبحون على خير.